الله أكبر الله أكبر. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحييكم من مدينة لورنس بولاية كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي بالدكتور أنيس شاروش وبالدكتور جمال بدوي. وإن شاء الله الدكتور أنيس شاروش سيكون ممثلا للمسيحية، والدكتور جمال بدوي سيكون ممثلا للإسلام. في هذا اللقاء سيكون هناك حوار بين الدكتور أنيس شاروش والدكتور جمال بدوي، وسأعد بإذن الله كل النقاط المطلوبة وسأطرحها على كلا الطرفين ليقوم بالحوار. وبالأمس كانت هناك مناظرة بين الدكتور أنيس والدكتور جمال، وكان عنوان المناظرة القرآن، هل هو كلام الله أم كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ بهذا الموضوع ونكمل في هذا الجانب، ثم ننتقل إلى جوانب أخرى. مرة أخرى نحييكم ونحيي الدكتور أنيس والدكتور جمال بدوي، ونشكرهم لاستجابتهم لدعوة للحضور إلى مدينة لورنس. يعني نتمنى لهم إقامة طيبة في مدينة لورنس. دعني أخذ هذه الفرصة يعني في شكرك شخصيا لأجل هذه الفرصة الجميلة، لأجل أتعابك، ولي الأمل أن تكون النتائج أبعد جدا من الأمس واليوم بواسطة الفيديوهات والكاسيتات إن شاء الله، حتى تستفيد الجماعتين إن شاء الله. وطبعا النهاردة اليوم مساء سيكون هناك مناظرة أخرى بعنوان ألوهية المسيح، وفي هذه المناظرة سنتعرض لكل النقاط المختلفة التي تتعرض لألوهية المسيح، وبالتالي ففي حوار اليوم سنتفادى الحديث عن هذه النقطة بالذات. وهو كذلك نبدأ بمسألة طرحت بالأمس، وكانت هي مسألة الطلاق في الإسلام. وتعرض الدكتور أنيس لمسألة الطلاق في الإسلام وطلاق المرأة، وكيف أن المرأة لا تأخذ حقوقها بالكامل مثل الديانات الأخرى. يعني فإن لم أكن مخطئ فأرجو الدكتور أنيس يتعرض لهذا الأمر، ودكتور جمال يرد عليه إن شاء الله. فتفضل. دعني أحيي كل من سينظر ويراقب هذا البرنامج على الفيديو أو شخصيا، إنني سعيد جدا لأجل الفرصة الجميلة حتى نتحدث في هذه الأمور. حسب معلوماتي واكتشافاتي وبحوثي، وجدت بأن الإسلام في الواقع يقدم للرجل امتيازات أكثر جدا من المرأة، فهنالك تفاوت بين مركز المرأة والرجل. وعقيدتي هي أن السبب هو أن الإسلام ديان للرجل وليس للمرأة، وبرهان على هذا أن كل رجل مؤمن مسلم موعود من النبي محمد بأنه عندما يصل إلى الفردوس سيكون لديه حريتين بعينين سود، ولكن لا يذكر أي شيء بالنسبة للنساء إنه إن وصلت إلى السماء. من حيث الطلاق، موضوع الطلاق هو سهولة تطليق المرأة من رجلها، يعني للرجل الحرية أن يطلق امرأته عندما يكون ثلاث مرات أن أطلقها، أطلقك، وللمرأة كما يظهر حسب مفهومي وأبحاثي ليس لها هذا الامتياز كالرجل. أضف إلى هذا النقطة الحساسة بالنسبة إلي شخصيا، هي كيف أن الحديث يذكر بأنه في إحدى الأيام زار محمد بيت الشاب الذي تبناه زيد، ولم يكن زيد في المنزل. تفاوتت آراء علماء الإسلام عما رأى منها محمد، رجلها وجهها اللي هو، وقال سبحان الذي يغير قلوب الناس. واعتبرت هذه هي شخصيا كما نسميه نحن تشجيع لجمالها أو اعتراف في جمالها وإلى آخره. وعلى هذا الأساس بالنسبة لمفهومي من الحديث، عندما رجع زيد أخبرته بما جرى، فقال لها والله سأطلقك كي يتزوجك النبي، لأنه هو أفضل مني، أنا شخص عبد، هو تبناني وإلى آخره. وفي اليوم التالي
ذكر للنبي بأنه يريد أن يطلق امرأته لأنه هو مسكين لا يمكن أن يعتني فيها، هي امرأة من عائلة عالية وإلى آخره. وجرب أن يقنع أن لا يفعل ذلك، ولكن زيد لم يذكر له السبب، شايفين؟ وكانت النتيجة أنه صحيح طلقها، وبعد الفترة المطلوبة والمتوافق عليها موافق عليها تزوجها محمد. والشيء الغريب أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبرائيل حتى يعلن محمد وهو فراشه مع عائشة بأن الله أعطى إذن أن يتزوج امرأة ابنه الذي تبناه لأنها طلقت والآن له الحق أن يتزوجها. يعني المشكلة هنا هي مشكلة أن النبي وقع في غرام هذه الامرأة وبدأ أن يمسك زمام زي ما تقول طبعه أو شوكه وإلى آخره أو غرامه، أعطاها التشجيع حتى هي أيضا تهتم في موضوعه. وفيما بعد ذكرت بكل افتخار بأن هي الامرأة الوحيدة من كل زوجات النبي الذي الله سبحانه وتعالى من علياء السماء أعطاها للنبي كزوجة. الله لا أبوها ولا أمها زي العادة العربية. طيب ممكن أسأل حضرتك يعني سؤال، وهو ما هو المصدر أو المرجع اللي كل هذا من الحديث يا أخي؟ يعني هذا من دكتور بدوي بيعرف هذا. ماشي، يعني ما أريده هو يعني هل هناك مرجع للاطلاع على ما ذكرت للمشاهدين؟ وأذكر أيضا في كتابي دعني أقول يعني أصاب عدة قضايا هذا يعني. ما ذكرته بالنسبة لهذا الموضوع في كتابي الذي يتعلق في هذا الموضوع إسلام ريفيل، وأذكر فيه عن زوجات النبي ومنها this book. أي نعم، ومنها من بنت الشاطئ التي تكلمت بكل إسهاب، لابد أنك درست الكتاب هذا، عن زوجات النبي وأيضا أولاد النبي بنات النبي ولا آخره. على فكرة الكتاب هذا صار رائج جدا في البلاد العربية، وأخيرا الحكومة الإسلامية منعته والآن ممنوع طبعه في البلاد العربية، اللي هو كتاب بنت الشاطئ. شايف كيف؟ لأنه اكتشفوا أنه بدل ما أنه يساعدهم في مفهوم طباع النبي وإلى آخره كان في ما بنسميه نحن باك فاير. شو بتسميها هذه باك فاير أو باك لاش؟ يعني باعتبارك أنت خبير في العربي أكثر مني. فكانت النتيجة على فكرة الموضوع هذا أنا كاتبه هنا، يعني اللي يرجع إلى كتابك، يعني هذا هو سؤالي بالتحديد. من كتاب في كتابي بحكي القصة أنا، ولكن أصلها من الحديث وأيضا من قصة حياة الرسول. طبعا هي كلمة الحديث واسعة شوية كمان حياة بن هاشم بن إسحاق كلهم يذكروها هذه. أي نعم، يعني نشكرك. ولأنه هنا إذا ممكن أقرأ لك إياها من آية 33-35، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أيوة أوكي. والقصة هي إنه هذا اللي صار، اللي هو الكلام اللي نعم. طيب يعني ممكن نتوقف عند هذا الحد ونسأل الدكتور جمال أنه يرد على هذا الكلام. يعني أرجو من حضرتك أنك ترد في البداية على مسألة زيد، يعني هناك عدة مسائل في الحقيقة طرحت، نبدأ بالرد على مسألة زيد وبعدين ننتقل إلى وضع المرأة في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس هناك أبعد من الحقيقة أكثر مما قاله الأخ الدكتور أنيس شروش. أولا يقول الدكتور أنيس شروش أن المرأة إذا ذهبت إلى الجنة، والقرآن واضح، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فليس هناك أبعد من الحقيقة من ذلك. وليس هناك نص قرآني أن لكل رجل حوريتان، ولا ندري ما طبيعة الحور العين، قد تكون نساء خلقها الله للرجال في الجنة، وقد تكون نساء الجنة نساء الدنيا هنا الصالحات يخلقهم الله خلقا جديدا. والله تعالى قد وعد المؤمنين والمؤمنات بالمتاع الدائم في الجنة، وليست الجنة دار غيرة كما هو موجود في هذه الحياة الدنيا، وليست هي دار معاناة أبدا، وإنما أن الله سبحانه وتعالى سيكافئ الرجل والمرأة الصالحة بكل ما تصبو إليه النفس من متاع روحاني أو متاع غير روحاني، فليس هناك فصل في الإسلام بين الجسد والروح. الأمر الثاني الذي هو بعيد عن الحقيقة تماما مما قاله الدكتور شروش،
حينما يدعي أنه في الطلاق الإسلام في الإسلام الرجل وحده هو الذي يطلق وله سلطة الطلاق أو أن الطلاق سهل في الإسلام، وليس هذا صحيحا إطلاقا. فإن هناك 5 طرق مختلفة لحلال الزواج في الإسلام، منها ما يكون بالاتفاق بين الزوج وزوجته التراضي على الطلاق، ومنها ما يكون بالإرادة المنفردة للزوج وهو الأمر الشائع، ومنها ما يكون بالإرادة المنفردة للزوجة إذا نص في عقد الزواج على أن العصمة بيدها، ومنها التفريق بحكم القاضي المسلم في حالة إهانة الرجل لها أو عدم الإنفاق عليها أو أي سبب آخر. هناك أسباب شرعية كثيرة، حتى لو لم يرضى الزوج فمن حق القاضي أن يفرق بينهم إذا توفر السبب القوي المبرر لذلك. والصورة 5 هي الخلع، وهي المرأة التي لا يمكن أن تتهم زوجها بالتقصير في حقوقها وليس عليه غبار، ولكنها لا تطيق العيش معه لسبب أو آخر، وفي هذه الحالة يمكن أن تثبت حسن نيتها بأن تعيد إليه ما دفع إليها من مهر، حيث أن المهر يدفع بافتراض الحياة الدائمة وليس هناك خطأ من جانب الزوج، فتعيد إليه ماله وتتراضى معه على الخلع، وإذا رفض الزوج فمن حقها أن تذهب إلى القاضي ليفرق بينها. هذه صور 5 مختلفة، فليس هناك أبعد من الحق أن يقال أن الطلاق في الإسلام يعني بيد الرجل. وليس الطلاق سهلا أيضا كذلك في الإسلام كما يدعي الدكتور شروش، فإن الله تعالى قد بين أن الزواج ميثاقا غليظا، وهذا أمر لا يمكن التفريط فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وبالتالي إن حينما أباح الإسلام الطلاق ليس ليطلق الإنسان زوجة فيتزوج بأخرى، وإنما للظروف القاهرة التي لا يمكن فيها التوفيق بين الزوجين، فهذا أمر أيضا وجب التنويه عليه. الأمر الآخر المتعلق بالطلاق ما قاله الدكتور شروش، أن يقول الإنسان لزوجته أطلقك 3 مرات وبالتالي يصبح طلاقا نهائيا، وهذا ليس رأيا صحيحا بل هو رأي مرجوح، والذي يتفق مع أحكام الشريعة ومع حكمة التوفيق بين الزوجين هو أن يتم الطلاق في المرة الأولى بعد كل محاولات الإصلاح وحل المشاكل الزوجية. فبعد الطلاق الطلقة الأولى تظل البيت الزوجة في بيت زوجها في فترة العدة، عسى أن يحدث هناك توافق بينهما، فإن لم يحدث وانتهت المدة أصبح الطلاق ساريا. فحكمة التشريع نعم بعد انقضاء مدة العدة، فإذا حكمة التشريع هو السماح بوقت لاحتمال الإصلاح. أما أن يأتي إنسان ويقول أطلقك 3 مرات وتعتبر كأنها 3 مرات مرة واحدة، فهو رأي مرجوح. أما ما قيل من التهجم على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه بزيد، فأحب أن أنبه بامرأة زيد، زينب بنت جحش، تزوج زيد. فأريد أن أنبه الدكتور شروش أنه شروش ليس صحيحا شروش أو شرش. نعم ليس هذا هو الموضوع. الموضوع الأساسي أن القصة قصة مكذوبة وليست في الحديث، وقد روى كثير من العلماء المحققين أنها حتى وإن كانت قد نقلت ليست في القرآن. انتظر حتى أجيبك يا أستاذ شروش، لا تخلط الحق بالباطل، لا تخلط الحق بالباطل. القصة حتى وإن كان ذكرها بعض المؤرخين، إنما المحققون من المؤرخين قالوا أنها قصة مكذوبة ومن وضع الزنادقة، وبعضهم يشك أنها من وضع يوحنا الدمشقي في القرن 8، وانتشرت القصة ونقلها البعض بدون تحقيق، وحتى بعض المؤرخين الذين نقلوها نقلوا الأسانيد وافترضوا أن القارئ عنده علم بعلم الرواية، وكان وفي مقدوره أن يحدد إذا كانت القصة صحيحة أو غير صحيحة. وليس هناك حديث واحد أعرفه يا دكتور شروش يذكر فيه ما قلته من هذه المفتريات التي قلنا أنها من وضع الزنادقة. أما المرجع الأساسي الذي يتفق عليه المسلمون وغير المسلمون فهو القرآن الكريم نفسه، وليس هناك شك في أنه الكتاب الصحيح المحفوظ المتواتر لدينا. وما قاله القرآن يا دكتور شروش لا يمت بصلة إلى ما قلته قط. الأمر الأول أن الآية، أن السورة التي ذكرتها سورة الأحزاب، تبدأ ببناء مبدأ هام جدا لتغيير عادات جاهلية. فقد كانت عادة الجاهليين أن يتبنى الإنسان ابنه فيعطيه اسمه،
ويرثه كما يرث أبنائه الطبيعيين. والإسلام يعارض ذلك. الإسلام لا يمنع أن يعتني الإنسان باليتامى ويهتم بهم، ولكن الإسلام لا يرضى أن يعطى الشخص هوية غير هويته الحقيقية، فذلك تزوير. ولذلك تجد في بداية سورة الأحزاب يا دكتور شروش تقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإذا كان هدف تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب مطلقة ابنه المتبنى حسب العادات القديمة، لأنه تبناه قبل أن ينزل الأمر بإيقاف هذا التبني، أن القرآن أوضح بصورة لا تدع مجالا للشك أن الابن المتبنى لا يعامل كالابن الطبيعي، وبالتالي فلا بأس أبدا أن يتزوج الإنسان من مطلقة الابن المتبنى، لأن التبني في الإسلام بالمعنى الغربي مرفوض أصلا وصورة. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه القصة التي تحاول أن تنسب إلى أنبل شخصية تاريخية وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أنه وقع في غرام امرأة، فهذا ليس سوى من الكذب والبهتان والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يناقض شخصيته فحسب، وإنما يناقض نص القرآن ويناقض التاريخ الموثق المعروف عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعن معرفته بزينب بنت جحش. أولا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتصرف الفاسدون والمفسدون من هؤلاء الذين تكتبون عنهم في رواياتكم الغرامية ويكتب كتابكم عنها، لكان وقع في الخطيئة، والكل يشهد له بالطهارة المطلقة، فقد عاش حتى عمر 25 سنة في طهارة كاملة في مجتمع كان الفساد فيه والزنا شائعا. وننظر إلى حياته فليس فيها سوى الطهر والعفاف، بل إن أعداءه وألد أعداءه من المتعصبين الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم لم يجرؤوا قط أن يثيروا نقطة واحدة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية الجنسية. الأمر الثاني، من أين أتت هذه القصة أنه وقع في غرام زينب بنت جحش؟ زينب بنت جحش كانت قريبة له، وكان يعرفها منذ الطفولة ومنذ الصغر، ولو أراد أن يتزوجها لكانت أسعد الناس أن تقبل عرضه من الزواج. فهل فجأة وجدها واكتشف جمالها، وخاصة أن الحجاب في الفترة الأولى لم يكن مفروضا على نساء المسلمين، فهي كانت قريبته وعرفها ورآها عدة مرات، فجأة وقع في غرامها هذا حسب هذه القصة المكذوبة التي رفضها المحققون من المؤرخين؟ ثم إن القرآن الكريم نفسه يشرح ذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي أنك لم تتزوجها بإرادتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الله تعالى أمرك بأن تتزوجها حتى تحطم هذه العادة الجاهلية باعتبار الابن المتبنى كالابن الشرعي. لماذا اختير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك؟ لأن هذه العادة الشائعة باعتبار الابن المتبنى كالابن الحقيقي كانت متأصلة في قلوب العرب، حتى من آمن منهم ومن أسلم كان يجد من الصعب جدا أن يخرج ويكسر هذا الحاجز النفسي، فاختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين ليكسر به هذا الحاجز النفسي. زوجناكها، لم تتزوجها وإنما أمرناك بالزواج منه. والشرح السبب ليس القصة الغرامية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا أمر وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قيل وما ادعى بعض الكتاب المتعصبين أن حينما يقولون وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم خيل لهم خيالهم الفاسد أن ذلك الذي أخفاه في نفسه هو الغرام والوقوع في والهيام في زينب بنت جحش. والمقصود من هذه الآية وتخفي في نفسك الحرج من أن تتزوج ابنة مطلقة الابن الداعي كما كان في الجاهلية، لأن الناس قد يهاجموك ويقول انظروا خالف عاداتنا الجاهلية وتزوج من مطلقة ابنه المتبنى، فتخفي في نفسك هذا الحرج، ولكن الله تعالى سيبدي وسيظهر أمره. ولذلك قيل في نهاية الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس، الله يقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو صح الخيال السقيم، لو كان صحيحا هذا الخيال السقيم الذي يدعي
أن ما أخفاه في نفسه كان محبة الوقوع في هيام زينب، فكيف بالإله خالق السماوات والأرض مصدر كل التعاليم الخلقية أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك محبة زوجة غيرك والله مبدي وتخشى الناس؟ لماذا تخشى الناس أن تتكلم في هيامك بزوجة امرأة بزوجة رجل آخر؟ هذا خيال سقيم ومنطق معكوس لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ممكن نشكر الدكتور جمال بلوي على هذا التعقيب. و في لحظة كلمة بسيطة، يعني إن أمكن كلمة بسيطة، هي كل ما هنالك يا دكتور، كلامك مقبول ومشكور، لكن لا تنسى إنه في التوراة الله سبحانه وتعالى قال إن الكاهن لا ينبغي أن يتزوج من مطلقة، فإن الكاهن الذي يعتبر في مرتبة أقل من النبي كان مفروض أن لا يتزوج مطلقة، فهل الله أنزل الدستور الخلقي أوطى في أيام محمد أنه سمح له يتزوج مطلقة؟ إن كان صحيح القرآن أتى بإعلانات جديدة وإلى آخره، معناه لازم يكون المستوى أعلى مش أوطى. فالنبي كان مفروض لا يتزوج مطلقة ولا الكاهن، أما الآن في الإسلاميات مسموح له يتزوج مطلقة. ومش بس هيك، بدي أسألك سؤالين. أولا، كيف تزوج جوارية وكيف تزوج صافية؟ شو عمل حتى يتزوجهم؟ أجيبك الزوجة على السادسة والزوجة التاسعة. أجيبك على كلا السؤالين. تفضل. ليس الأمر عسيرا أبدا. سؤالك الأول متعلق ب بأي الزوجات؟ بما قال الكتاب. بما قال الكتاب. أولا، أن تقول أن الله قال في التوراة، هذا ادعاء من جانبك. نحن كمسلمين نؤمن بالتوراة الحقيقية الأصلية التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى. وينها؟ جزء منها موجود في ما تسمونه بالتوراة الحالية، وجزء غير موجود، وتوجد في التوراة ما تسمونه التوراة أمور لم ينزل بها وحي وإنما كتبها الكتاب، وأثبت لك ذلك في كتاب الديوترونومي سفر التثنية في الإصحاح 34، والتي يقال أنها جزء من التوراة والتي كتبها موسى بيده. تقول: ومات موسى رجل الرب ودفن في أرض معاد. كيف يكون موسى قد كتب عن كيف مات هو ودفن؟ هذا يثبت أن ما تسمونه بالتوراة ليست نقية وكاملة، وإنما قد يكون فيها جزء كالوصايا العشر مما أنزل الله على سيدنا موسى، وهذا موجود في القرآن. والقرآن هذه التوراة التي تكلم عليها القرآن. أما ما أضافه الناس والكتاب فيما بعد فليس قانونا ملزما. ولو صح على فرض الجدل، ولو صح أن الله تعالى قد نهى في فترة من الفترات الكاهن أو النبي ألا يتزوج مطلقة، فليس هذا شرطا أن يكون في كل زمن، فإن الله تعالى قادر على أن يبدل. وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل. وهناك نسخ بالمفهوم الشرعي الإسلامي، هو إزالة حكم بحكم آخر، يعني تغيير حكم بحكم شرعي آخر. أفضل. أما حكاية أفضل وهذا أفضل، لا هذا أفضل وليس أوطى، لأنه التحيز والتعصب ضد المرأة المطلقة أمر لا يليق بمكانة المرأة، والإسلام جاء ليرفع مكانة المرأة. فإذا كانت المرأة قد طلقت فما ذنبها ألا يتزوجها أحد؟ وما ولماذا نفترض دائما أن المطلقة هي المخطئة؟ قد يكون الخطأ من الزوج، قد يكون خطأ من الزوجين. فهذا مستوى أعلى في الأخلاق ومستوى أعلى في إنصاف المرأة ألا تمنع من الزواج وتتزوج مرة ثانية. والنبي ممكن أن يتزوج امرأة مطلقة حتى يثبت للناس ويوضح لهم أنه يجب ألا تهضموا وتظلموا المرأة لأنها مطلقة. أما النقطة الثانية التي أسرتها، الزواج من جويرية وصفية، من المعروف أن الإسلام جاء ليزيل العبودية، هذا أمر لا شك فيه ولا يماري فيه إلا مماحك. وجاء الإسلام ليحرر الرجل والمرأة بأن الكل عبيد لله سبحانه وتعالى، وليس هناك عبد ولا سيد، فكلنا عبيد لله تعالى. جاء الإسلام ليحرر الإنسان، ليحرر ما كانوا يسمون بالعبيد، بالتحرير الروحي والنفسي، أن قال أنهم مساوون للرجال في كل شيء، مساوون للأحرار في كل شيء. وتذكر كلمة عمر رضي الله عنه حينما قال: متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقد بدأ الإسلام لحل هذه المشكلة الشائعة بالتدريج وبخطوات أكيدة. فبدأ الأول بحث الناس على إطلاق العبيد،
فك رقبة. طيب. ثم بعد ذلك جاءت التكفير عن بعض الذنوب أن حلها للزوجة هذه السادسة. أجيلك فيه. فضل. ثم جاء بعد ذلك التكفير عن بعض الذنوب يعني تحرير الرقيق. ثم جاء بعد ذلك نظام المكاتبة. طيب. ولا يجوز لصاحب يعني لمن يمتلك الرقيق أن يرفض. أجيلك لا تستعجل. جاء الخطوة بعد ذلك أن إذا كاتب العبد سيده فلا يجوز للسيد أن يرفض ذلك ويدفع له ويستحق في هذه الحالة أن يأخذ من أموال الزكاة كما هي موجود في مصارف الزكاة في القرآن. فمما جفف الإسلام منابع الرق أصبح من الممكن أن يأتي زمان يختفي فيه الرق بصورة تدريجية لا تسبب ردة فعل قوية في المجتمع. طيب. بقيت هناك مشكلة واحدة ولها ظروف معينة وظروف مؤقتة ولا يمكن أن نقول أن هذا يسري في كل زمان ومكان إلا إذا توفرت هذه الشروط. فضل. وهي مسألة الحروب. في الحروب يؤخذ سجناء الحرب من الطرفين. أيوة. الآن أصبحت هذه القضية قضية أكاديمية لأنه توجد الآن منظمات مختلفة لتبادل الأسرى والإسلام يشجع على ذلك على تبادل الأسرى سواء من الرجال أو النساء. ولكن المشكلة الآن إذا كان المسلم يريد أن يفعل ذلك ولكن أعداء الإسلام ومحاربيهم لا يفعلون ذلك فأبيح في فترة معينة أو تحت هذه الظروف أن يؤخذ سجناء الحرب. سجناء الحرب إما أن يكونوا رجالا أو يكونوا نساء. إذا كان من هؤلاء السجناء نساء فماذا يكون الأمر بالنسبة لهم؟ إن تركوا في المجتمع كذلك قد يؤدي ذلك إلى نشر الفساد وقد يؤدي ذلك إلى استغلالهن بسبب الظروف يعني التي ليست مواتية لحريتهم. فالإسلام سمح بالزواج من هؤلاء وهذا أمر ليس غريبا يا دكتور شروش. طيب كيف يا دكتور شروش دعني أكمل هذا. فضل. لأنه في البيبل بتتكلم أيضا عن كونكوباينز وأجيب لك النص إذا كنت عايز والآية والفيرس بتاعها. إذا قاد نصرك الله في الحرب ولو وجدت امرأة دخلت في عينك وأعجبتك فخذها وإذا ما أعجبتك أرسلها. فمسألة الكونكوبينج موجودة أو الإماء موجودة في البيبل موجودة في الأولد تستمنت وعملها الكثير من الأنبياء وكان هذا حلا خلقيا وأفضل لا شك من ترك هذه النساء أو استغلالهم أو دفعهم إلى البغاء. أما بالنسبة لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية التي سألتها وزينب فكان هذا بالتراضي. هؤلاء النسوة كنا أو هاتان المرأتان بس كنا من أسرى الحرب كلاهما كنا من أسرى الحرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهما الحرية والزواج منه فاخترنا أن يتزوجنا رسول الله أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر له مغزى عميق له مغزى عميق لأن ذلك كان تأليفا لقلوب اليهود الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوه العداء فكان ذلك اجتذابا لهم. وكما يروي كثير من المؤرخين بعد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى هاتان الزوجتان نظر المسلمون فقالوا كيف نأخذ إماء لنا وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرباء زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرجوا عنهم وحرروهم فكانت بذلك بركة حتى على أسراء الحال بالآخرين. وفي حالات أخرى من زواجه من غير المسلمات كان النصارى واليهود كان ذلك سببا لتقليل حدة عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن بعض القبائل اليهودية أسلمت نتيجة لعلاقة النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أنبل ولا أجمل من هذه الزجاج التي حقنت دماء المسلمين والكفار. بس بدي 60 ثانية فقط لغير ماشي هدي لك 60 ثانية هدي لك أنا ماشي ما عنديش مانع تتكلم بس ثواني. في دلوقتي بعض نقاط أثرها الدكتور جمال بدوي أنا أحب أنك أنت ترد عليها أيضا حتى يعني يكون في اتزان في الـ في الـ في النقاش يعني. طيب. فتفضل 60 ثانية وبعدين نبدأ بالكلام. طيب. اللي أنا أولا يا دكتور أنت بتعرف كرجل فقيه في الإسلاميات أنه جوارية افتداها محمد بعد ما قضى على بكرة أبيها تقريبا وكل جماعتهم خلال الحملة اللي عملها عليهم على كل القبيلة لا شك أنك تتذكر هذا. أما من ناحية تانية بالنسبة لصافية صافية صفية الاسم الصحيح صافية يا عزيزي كان عمرها فقط 15 سنة زوجها كنعنة قتل من المسلمين لأنه أتهموه بعد ما أسلموا اليهود سلموا بالأحرى سلموا حربيا مش دينيا على أنه كان مع بعض المجوهرات وذهبوا إلى آخره مخبيها ما سلمها كلها للمنتصرين.
فقتل هذا الرجل. امرأته 15 سنة عمرها صوفية كانت بارعة الجمال لدرجة أنه محمد لما شافها وقع في غرامها أخذ ثوبه وحطه عليها، وبتعرفش العادات العربية شو معناها هذا، شايف، وأخذها وتزوجها على هذا الأساس. ما رجعك في ذلك؟ هم من بنت الشاطئ. بنت الشاطئ ليست مرجع، مرجعك الأصولي التاريخي الموثق حياة النبي بن إسحاق وبن هاشم، كل ابن إسحاق كل هاشم ليس فيما تقول. هاي كل كل ليس فيما تقول. لا عندي ابن إسحاق، ليس فيه بعض التفاصيل التي تقولها، فأنت تأخذ قليلا من الحق وتخلط به كثيرا من الباطل. ذكر التاريخ، فيعني ما مدى ثقتك يا دكتور أنيس، وما مدى ثقتك يا دكتور جمال بالتاريخ الإسلامي؟ يعني هل أنت بتاخذه طبعاً تثق فيه تماما طبعاً. وهل دكتور جمال بدأ يعني المزبوط؟ خليني أسأل سؤال خطير جدا. أي سنة طبعت أول نسخة عن حياة النبي، حياة الرسول ابن إسحاق؟ ممكن تحكي لجماعتنا أي سنة ابن إسحاق هو أول من كتب في السيرة؟ في أي سنة؟ صبرك جاي لك. تفضل. ابن إسحاق هو أول من كتب في السيرة، ولكن كتابه نقل إلينا عن طريق ابن هشام الذي نقل نقلا أمينا عن ابن إسحاق بعد شيء من التهذيب وشيء من يعني إضافة بعض الروايات الأخرى التي بدرت إليه وبعض ملاحظاته، ولكنه حينما كان ينقل عن ابن هشام كان ينقل نقلا دقيقا. أي سنة؟ والسنة على ما أعتقد كانت في القرن الثالث، يعني كم سنة القرن بعد الثالث الهجري بعد موت محمد؟ القرن الثالث الهجري. طيب هلأ هجرة كل جنابك إذن بعد 300 سنة راح تكون الحقائق هذه ثابتة وراسخة ما في شكوك فيها، مش هيك؟ لا ما حد قال كده أبدا. ممكن هذا يجيب على السؤال. هناك فرق بين أن يكتب أو تكتب السيرة كتابة أو توضع في صورة مكتوبة أو تنقل وبين أن تلقى مشافهة، هذا أمر. الأمر الأهم يا دكتور شروش تذكر هذا، أن أهم مراجع السيرة التي ليس هناك شك فيها إطلاقا من الناحية التاريخية هو القرآن الكريم. فإذا كانت هناك أشياء مذكورة في القرآن الكريم كقصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فهو مرجع لا شك فيه، ولا شك فيه يعني أنه وصل إلينا موثقا. فإذا جاءت روايات تاريخية سواء في ابن إسحاق أو ابن هشام كما يسمى أحيانا أو في غيره متفقة مع هذه مع ما قال القرآن الكريم، فليس هناك داعي لرفض هذه الروايات. إنما إذا جاءت روايات مكذوبة كالروايات التي ذكرتها وإن كان رواها بعض المؤرخين كالطبري أو غيره، هذه ترفض، لأن القرآن هو المعيار وهو الأهم وهو المرجع الأساسي في تقويم أي كتابات تمت وليست لها نفس درجة التوثيق الموجودة في القرآن. ثانيا يا دكتور شوش، من مراجع السيرة الهامة جدا الحديث، وتوثيق الحديث أقوى من توثيق السير والتاريخ. صحيح. أنا معك. هذا أمر لا شك. طيب. فإذا كان هناك أمر موجود في حديث صحيح ثبتت صحته بعد أن قضى علماء الحديث أعمارهم في توثيق هذه الحديث، وجاءت رواية تاريخية متفقة معه يمكن أن تقبل، إذا جاءت رواية مخالفة له يمكن أن تقيم حسب يعني مدى اتفاقها مع القرآن ومع السنة. ومع ذلك نفس هذه المعايير أيضا بتطبق على الروايات التاريخية، ولكن كما قلت الروايات التاريخية تأتي بالمنزلة الثالثة بعد القرآن وبعد الحديث الشريف. أستاذ معلش خلينا يعني بسيطين جدا نغير اتجاه. لا بس اختم، هنخش في موضوع جديد ولا هنعمل ايه؟ بس عشان اختم النقطه هذه. اتفضل. اذا كان في نفس النقطه نقولها عشان نخش على موضوع جديد. قصه الاسد بالنسبه للحديث، عشان كده ده اللي انا عايز اغير اتجاه. المهم اولا، هل معقول يا استاذ بدوي بتامن انه الله سبحانه وتعالى من بدء الخليقه وضع هذه الكلمات عن زوجات النبي في كتاب مكتوب من الازل عن حياته الزوجية وحياته الجنسي والآخرية، مكتوب في كتاب مفروض أنه نحن نتعلم منه؟ سؤال تاني، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال في البدء عملهم ذكرا وأنثى، لو ربنا بده إياك تتزوج أكثر من امرأة كان بده يعمل ثلاث سيدات بدل آدم وحواء، لازم يعمل ثلاث حواءات أربع حواءات، فالذي خلقهم في البداية ذكرا وأنثى هلا بغير فكره أربعة، ومحمد بنفسه ما بطيع وصايا الله وبيتزوج أكثر من أربعة، وبعد ما يتزوج اللي تزوجهم بقول له الله معك الإذن مسموح تتزوج اللي بدك إياه، وبعدين بعد ثلاث آيات بقول له لا مش مسموح لك في نفس الصورة، وانت بتعرف هذا. أجيبك يا دكتور شروش عليها، هذا ليست مشكلة. أولا
أولا مشكلة عويصة. ليست مشكلة عويصة في رأسك فقط، ليست عويصة في الإسلام. دراسة رصينة موثقة ليس بصورة دافعها التعصب والحقد. أولا أن تقول أن هل كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي ستأتي في حياته في كتاب مكنون، أقول لك نعم. الله سبحانه وتعالى، وأنت كمسيحي يجب أن تقر بهذا، أن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، وكل شيء سيحدث في هذا الكون، من يتزوج من ومن سيموت ومن سيحيا، كل تفاصيل ما سيحدث في هذا الكون، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فيس نعم، كل هذه المعلومات عند الله سبحانه وتعالى وفي كتاب مكنون، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل أن يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هذه المشكلة. عنده مكتبات هلا مالئين الكون. لا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بهذه اللهجة التهكمية. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج مكتبات ولا يحتاج ميجا بايتس عشان يخلي المعلومات دي. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، وإنني لا أعجب من مسيحي يستغرب على الله أن يكون عنده علم بالتفاصيل الأشياء التي ستحدث إلى قيام الساعة. هذا أمر في منتهى الغرابة، ولم أسمع مسيحيا آخر يقول بهذا. الأمر الثاني، سؤالك عن موضوع زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتعدد أن الله خلق، ومن الذي قال لك يا دكتور شروش أن المعيار في الإسلام والأصل هو تعدد الزوجات؟ لو كان هذا هو صحيحا أنا أوافق معك 100%، لكان الله سبحانه وتعالى قد خلق 80% إناث و20% ذكور، وهذا لا يحدث أبدا، وما حد قال هذا. ولا تنسى يا دكتور شروش أن في كتابك المقدس ليس هناك نص قطعي، لا في العهد القديم كما يسمى ولا في العهد الجديد، تحرم الزواج من أكثر من زوجة، وأن جميع كثيرا من أنبياء بني إسرائيل حتى إبراهيم خليل الله قد تزوج من أكثر من امرأة، وهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه. فإذا كان ذلك أمرا ليس خلقيا فكيف سمح الله به يعني تركهم وسماهم مصطفيه وأخياره خلال التاريخ؟ وأذكرك يا دكتور شرويش أن الإسلام لم يبتدع التعدد الزوجات، تعدد الزوجات كان ساريا وشائعا بين العرب وغيرهم كان قبل خطأ. مجيء الإسلام كان أقبل خطأ. تقييمك حكمة الله فوق حكمتك. طيب ممكن أنا خطأ. تعدد الزوجات كان شائع، والإسلام هو الدين الوحيد، حتى ليست اليهودية وليست النصرانية، الذي نص في كتابه على تحديد تعدد الزوجات ووضع الحد الأقصى 4، ومع ذلك قال اشترط العدل وقال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهذا قانون خلقي في منتهى السمو، لأني كما ذكرت في محاضرة الأمس إذا نظرت الموضوع أفغانستان 1.5 مليون شهيد، يحصل إيه لزوجتهم؟ يحصل إيه لأبنائهم اليتامى؟ أليس أمرا عمليا وخلقيا وأنبل أن يعرض عليهم الزواج، ولو اقتضى الأمر النقص عدد الرجال أن يتزوج الرجل من أكثر من أرملة ويعتني بأطفالها؟ هذا أمر غريب أن يثار عليه الاعتراض. يا دكتور شروش ارجع لكتاب مؤرخ مشهور انثروبولوجي اسمه إدوارد ويسترمارك، العنوان الكتاب History of Human Marriage in 2 volumes، في مجلدين، ويقول فيه ويعطي أدلة دامغة أنه في تاريخ المسيحية وفي تاريخ اليهودية حتى بعد المسيح أذن بتعدد الزوجات، وأن منعها جاء في أمر في مرحلة لاحقة ومتأخرة. تعدد الزوجات هذا أمر ينظر خطأ. إليه ليس خطأ، موجود، والكوتيشنز الإشارات موجودة، ارجع إليها. ويذكر طائفة الأنابابتس فور إكزامبل كمثال التي كانت تدعو إلى تعدد الزوجات، وطائفة المرمون في أمريكا الآن لازالت تعتقد في تعدد الزوجات. فهذا أمر يعني لا شك فيه إطلاقا، ولا يقول بعكسه إلا مماحك. أما عن تعدد الزوجات في الإسلام يا دكتور شروش، أحب أن أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتدعه وإنما حده. فإذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ادعيت بالأمس أراد أن يرضي أتباعه بأن يترك لهم حرية الزواج، فلماذا حدد الزواج بأربعة؟ لأن كان من المقبول أن يتزوج الرجل من أكثر من أربعة. الأمر الأول. الأمر الثاني، تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عصى أمر ربه بأن تزوج أكثر من أربعة، وهذا من أكبر البهتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية التي ذكرتها في تفسير بعض المفسرين خالصة لك من دون المؤمنين، أي يباح لك يا رسول الله أن تتزوج أكثر من أربعة بحكم مركزك ومكانتك كنبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمز للأمة المسلمة، إذا ناسب أو تزوج من يهود فإنه يجتذب قلوبهم إلى الإسلام ويحقن دماء الجميع، إذا تزوج الأمة التي أرسل إليها المقوقس فإن ذلك تقريبا واسترضاء لقلوب النصارى،
إذا تزوج من بعض القبائل التي كانت تعاديه فإنه رمز للأمة المسلمة، إذا تزوج بنت أبي سفيان أم حبيبة فإن ذلك أيضا كسر حدة عداوة أبي سفيان. ففي مركز الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الله له، لم يبح لنفسه، أباح الله خالصة لك من دون مؤمن، أباح الله أن يتزوج من أكثر من أربعة حتى يكون ذلك في خدمة للإسلام والمسلمين وحقنا لدماء المسلمين وغير المسلمين. أما أن تقول أن القرآن بعد ذلك قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبتلي، فليس هذا أمرا غريبا. بعد أن سمح الله له وبعد أن استقر الإسلام وتوطدت العلاقات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر القبائل، جاء الأمر بأنه لا يمكن أن يتزوج من امرأة أخرى لأن الهدف قد تحقق، وبذلك أيضا في نفس مكافأة الصورة. مكافأة لزوجاته صلى الله عليه وسلم الطاهرات أنهم قد اخترن الحياة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يطلقنا في مشكلة. في نفس الصورة في نفس الصورة دكتور أنيس يقول في نفس الصورة، فهل يعني ما تعقيبك على كلمة في نفس الصورة؟ ثلاث آيات بعد هذه. نعم آية واحدة حتى أن يقال بعد. أن يقال في نفس الصورة، واسمح لي يا دكتور شرويش أنا لا أعني يعني أي هجوم شخصي عليك أو شيء، يدل على عدم فهم كيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أحيانا كان يوحى بسورة كاملة في وقت واحد، أحيانا قد يوحى بجزء من سورة في بداية السورة ثم يوحى بسورة أخرى، ثم بعد يمكن سنة أو اثنين يأتي وحي استكمالا للآيات الأولى في السورة. مثال ذلك سورة العلق أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات الأولى نزلت في وقت وكان هناك فاصل زمني بين الآيات الأولى وبين بقية السورة. سورة البقرة يقول المؤرخون أنها نزلت في 9 سنوات، جزء هنا وجزء هناك، ولكن الغريب والمعجز في الأمر أنه حينما تنظر إلى الصورة نظرة إنصاف كما فعل كثير من الباحثين المحققين تجد أن الصورة متكاملة ومتسلسلة تكاملا موضوعيا، رغم أنها نزلت في مكة وفي المدينة عبر 9 سنوات. فحينما تقول في نفس الصورة هذا لا يعني بالضرورة أنها نزلت كلها جملة واحدة، فقد تكون آية واحدة حتى الآية التالية قد تكون نزلت مع فصل. ليش مكتوب في كل سورة مكية أو مدنية إذا كلامك صحيح؟ القول بأنها مكية أو مدنية ولا أخش في أدخل في التفاصيل لأن تعريف ما هو المكي والمدني أيضا مختلف فيه. هل هو المكي ما نزل في مكة أو ما نزل في المدينة أو في فترة زمنية قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ هناك فروق دقيقة في ذلك يعلمها من درس القرآن. دعني أجيب سؤالا يعني بصورة مباشرة. المكي والمدني يشير إما إلى أن جل السورة قد نزل في مكة أو في المدينة، كويس؟ ومع ذلك فهناك كما تجد في بعض المصاحف تقول هذه السورة مكية إلا آيات 25 إلى 27 فهي مدنية. مخربطة يعني؟ لا ما في خربطة، الخربطة في رؤوس من يجهلون القرآن وعلوم القرآن. هذا واقع. هذه الخربطة. أنت من نفسك عم تعترف. الخربطة في قلوب وفي عقول من يجهلون علوم القرآن وسر نزوله. وسر نزوله. خلينا معلش خلينا أغير اتجاه الحديث حتى تبدأ أنت في الكلام. ما في خربطة. هذا إعجاز وليس خربطة. أن توحى بسورة وأن تأتي آيات في منتصف السورة تكون أوحي بها في وقت آخر، ثم تنظر إلى التسلسل اللغوي في السورة تجد مترابط، تنظر للتسلسل المعنوي فيها ترابط، مما يثبت أن هذا القرآن وجد بأكمله في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، وأنه يستحيل على أي بشر أن يأتي بهذا الوحي خلال 23 سنة آيات هنا وسور هنا ثم يأتي القرآن كله وحدة متكاملة. لا تنساش أن كتب القرآن عقولي الجهلة بعلوم القرآن كتب بعد 20 سنة. هذا كذب محمد. كذب وهمتان. كتب كتابيا كان في قلوب الناس كذب. مكتوب على أوراق، مكتوب على حجارة، مكتوب على دكتور شروش معلش كذب وبهتان حينما تقول هذا مكتوب على حجارة فهو مكتوب والقرآن بكامله مش كله القرآن مرة بعد 20 سنة. أتحداك يا دكتور شروش أن تعطيني مرجعا تاريخيا ينكر أن القرآن بكامله قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه كاملا وروجع معه أكثر من مرة، فقد كان جبريل كما تجد في البخاري في صحيح البخاري كان جبريل يأتيه في العشر الأواخر من رمضان في كل سنة ليراجع معه ما نزل من القرآن، وفي العرضة الأخيرة راجع القرآن مع رجع القرآن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل مرتين، وكان حاضرا في هذه العرضة زيد ابن ثابت.
أما ما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه فلم يكن كتابة للقرآن، إنما كان تجميعا لهذه الصحف أو هذه المواد التي كتب عليها القرآن لتجمع تحت سقف واحد. ولتالي طيب. تسمح لي الاصطلاح الصحيح بعد. جمع القرآن طيب. وليس كتابة طيب. القرآن كما قال المزورون طيب. بعد معركة يمامة عندما قتل الحافظون بشكل مخيف جدا، عند ذاك صمموا أن يضعوا أو نستخدم كلمة يجمعوا القرآن من صدور الحافظين ومن أوراق النخيل وإلى آخره ومن الحجارة البيضاء المكتوب عليها. ذلك كان بعد 20 سنة من موت محمد، أول نسخة كتبت كانت بعد 20 من موته. هذا خطأ تاريخي فاحش. قبل ما تجاوب يا دكتور جمال ممكن بس لحظة أرجو أنك أنت ما تتدخلش في الحديث تاني إلا من خلال تفضل. طيب معلش اسمحوا لي لأني بدأت أنت وتحبوا لأننا متحمسين الحمد لله كويس. بس أنا عايز أبتدي أخليك أنت تتكلم شوية، فهطلب منه أنه يسألك هو أسئلة زي ما أنت بتسأله أسئلة ونغير كده. أنت تاخد يعني لاحظ أنه هو أتكلم أكتر منك كتير، فأنا عايز أسمع منك شوية برضه. فبعد ما تجاوب على السؤال ده نعم أرجوك تنتظروا لما أنا أغير اتجاهي. أقول هذا خطأ تاريخي فاحش، فليس هناك جدل ولا من المماحكين إلا من ليس عندهم علم وجهلاء يهاجمون الإسلام بدافع الحقد والتعصب. هناك أدلة لا تقبل الجدل في أن القرآن قد كتب بكامله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرته عن معركة اليمامة، فمعركة اليمامة يا دكتور شاروش لم تكن 20 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حدثت قبل ذلك بكثير، حدثت في عهد أبي بكر، وكانت خلافة أبو بكر 2 سنة. خلافة أبو بكر لم تكن سوى 2 سنة، وما فعله أبو بكر نتيجة لاستشهاد بعض حفاظ القرآن كان لحفظ القرآن للتأكد، ليس مجدد سوى الاحتياط، رغم أن القرآن كان موجودا مكتوبا بكامله. وحينما تمت هذه الجمعة الأولى للقرآن، كان الهدف منها حينما جمع من صدور الحفاظ التأكد، يعني زي ما يقولوا الاحتياط الزائد. القرآن كله مكتوب، ولكن طلب أبو بكر رضي الله عنه من زيد ألا يقبل أي شيء مكتوب عليه قرآن إلا أن يشهد شاهدان بأنهما سمع هذه الآية مباشرة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولك أن الحفاظ قد قتلوا، فهذا دليل ضد ما تقول. كون أن 70 حافظ للقرآن استشهدوا في هذه الغزوة يدل على أنه كان هناك آلافا من الحفاظ. هذه معركة واحدة وفيها جزء من الجيش المسلمين اللي مشترك فيها، فهذا بالعكس هذا دليل على أن حفظ القرآن كان أمرا شائعا بين آلاف من المسلمين. فإذا الإجراء الذي اتخذه أبو بكر لم يكن سوى احتياطا وتحوطا حتى تجمع النسخة كاملة، خشية أن يكثر الاستشهاد للحفاظ ويأتي زمان في التاريخ تضيع هذه الصحف المكتوبة، فأراد أن يجمعها تحت سقف واحد. طيب. معلش اسمحوا لي يعني دلوقتي هناخد استراحة لمدة دقيقتين وبعدين هنغير مجرى الحديث شوية. طب خليني أختم انت. الكلام اللي لا أنا دعني ألاحظ ملاحظة، خلينا ملاحظة معلش فريحة. لأن احنا لازم خلينا ملاحظة فريحة. دكتور شروش أمس هو الذي بدأ بالهجوم التهجم على الإسلام والتهجم على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، فدعنا نناقش هذه الشبهات لنردها. طب اسمحوا لي بس يعني معلش ان احنا نختم النقطه هذه. معلش ممكن نختمها. اسمحوا لي يعني ان انا يعني ادير يعني طيب. مضطرين الى ان احنا ناخذ استراحه، مضطرين لان لازم طيب خالص من لازم نخلص تغير خليني اختم الموضوع ناخذ الاستراحه ممكن بس دقيقه تتكلم الدقيقه دي دقيقة بس وهي اولا اول مجموعه لما نسميه بالمصحف هو حدث بعد وفاة محمد رسول بـ20 سنة، ولكن عثمان أقل من سنتين واديني مرجعك. أنا أجيب لك ابن هشام وأجيب لك 20 مرجع. وضع زيد سنتين مش 20 سنة. لا تزود. عثمان وضع زيد مسؤول عن جمع. هذه لم تكن الجمعة الأولى يا دكتور شروش، لا تخلط بين جمعها في عهد أبي بكر. كان في خلافة أبو بكر وهي 2 سنة، وبين نقلها واستنساخ المصاحف في عهد عثمان لا تخلط بين الأمرين. استنساخ المصاحف اللي تم في عهد عثمان وكان استنساخا من النسخة الأصلية التي كانت في بيت حفصة طيب. زوج الرسول هلا في بيت حفصة خلينا موافقين في بيت حفصة أول نسخة شيء أول نسخة وهذه التي نسخ منها في عهد عثمان. طيب سؤال الثاني، ليش كان في نسخ مع ابن مسعود داود وإلى آخره كمان، من وين جابوهم؟
هؤلاء كتبوا لأنفسهم. من وين جابوها؟ من نفس سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك اختلافات طفيفة جدا، أن يأتي ابن مسعود فيضع سورة قبل سورة، ربما لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن بهذا الترتيب. ولكن هذه النسخ ليست مخالفة للقرآن في أمر يعول عليها على الإطلاق. إيه إن سورة بدل سورة؟ أو أحيانا، لا أريد أن أدخل في تفاصيل، الدكتور محمد عبدالله دراز ناقشها بتفصيل، ولكن الأمر هنا أن هناك فرق بين أن كتب نسخة لنفسه وربما وضع سورة قبل سورة، وبين النسخة الأصلية التي أمليت ورتبت بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا مراء فيه على الإطلاق. وابن مسعود نفسه، بدم ذكرت ابن مسعود، ابن مسعود نفسه قبل ما فعله أبو بكر وقبل ما فعله عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه الذي يقال مصحف علي، علي كان خليفة للمسلمين ومع ذلك قبل بما فعل عثمان وكان يمدحه كثيرا ويقول رحم الله أبو بكر ورحم الله عثمان عما أسدوه. لأن عثمان كان المسؤول، وعثمان كان في إيده السيف، وعثمان جمع المصاحف الأخرى وأحرقها. حرقها هذا بهتان على عثمان. هذا بهتان على عثمان. ليش حرقها؟ هذا بهتان على عثمان. شرحت لك أمس، ولكنك تصير نفس الأسئلة مرة أخرى. خليني عثمان رضي الله عنه. خليني أجيبك. لا تختم قبل أن أجيبك. خليني أختم. خليني أجيب على هذه النقطة. أجيب على. لا تصير شبهات دون أن تسمع الإجابة يا دكتور شروش. لا تصير شبهات دون الاستماع للإجابة. عثمان رضي الله عنه لم يحرق قرآنات. عثمان رضي الله. جاي لك الإجابة، اصبر علي. عثمان رضي الله عنه جمع حفاظ القرآن وقال من عنده صحف مكتوبة فليحضرها، فكان هناك الحافظون والحفاظ كثير، وكانت هناك النسخ المكتوبة، وجاء بالنسخة الأصلية التي كانت في بيت حفصة التي كتبت تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه النسخة المعتمدة التي رجعت تحت إشرافه صلى الله عليه وسلم والتي جمعت في عهد أبي بكر بعد تمحيص دقيق، قال يجب أن تكتب حسب النسخة الأصلية. فإذا كان من هناك من كتب لنفسه ووقع في خطأ طفيف، فالأولى أن نوحد أنفسنا على النسخة التي ارتضاها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي وثقت بحفظ مئات من الحفاظ، وأن تكون هي المصدر الوحيد، وأن تحرق باقي النسخ التي كتبها الناس وأخطأوا فيها أخطاء طفيفة حتى لا يكون هناك سوى المصحف الأصلي الذي تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تفصيلات أخرى متعلقة بالأحرف لا يتسع المجال لها، ولكن ما قلته مع كل احترام ليس صحيحا على الإطلاق. في الشام وفي في القاهرة مصاحف اكتشفوها في نفس الوقت اللي المصحف اللي بتكلم عنه أنت كتب ولا توافق على المصحف الذي في يد المسلمين في الوقت الحاضر. هذا ينفي ما قلته أن الجميع قد حرق. هنرد على هذه النقطة بعد استراحة، وهننتقل إلى نقطة أخرى. فخلينا نأخذ استراحة وبعدين ننتقل إلى نقطة. أشكركم ونعود يعني بعد دقائق معدودة. We'll stop now and just take a few minutes break. Good. Then we'll come back. الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرة أخرى نعود بكم إلى هذا الحوار الساخن بين الدكتور أنيس شرش والدكتور جمال بدوي. فسنبدأ الحوار في هذه المرة بالدكتور جمال بدوي، والدكتور أنيس إن شاء الله سيرد على ما يقوله الدكتور جمال بدوي. لكن في البداية دعني يعني أذكر نقطة ذكرها الدكتور أليسيا دكتور جمال، وهذه النقطة تتعلق بضرب المرأة في الإسلام، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، أنت يعني الآية التي وردت في سورة النساء، فما تعقيبك على هذه الآية؟ ثم ما هو وضع المرأة في المقارنة بين وضع المرأة في الإسلام والمسيحية؟ وإن كان هناك يعني نقاط يرد عليها الدكتور أنيس شروش فيما تقوله، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد، فإنه من المؤسف أن الدكتور شروش أمس تكلم عن مسألة علاج النشوز ولم يذكر مسألة النشوز إطلاقا، مما أعطى انطباعا للمستمعين أنه الطريقة المعتادة في معاملة الزوجة هو الهجر في المضاجع والضرب. الآن يجب أن توضع هذه الأمور في نصابها الصحيح. أولا دعنا نناقش هذه الآية ونناقش سبب النزول وحدودها، ثم نربط ذلك بقضية المرأة في القرآن. الأمر الأول سبب النزول: جاءت امرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها قد ضربها، فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه يعني إحساسه بالعدل قال أنت أيضا يمكن أن تنتقمي بأن تذهبي وتضربي. وقبل أن تخرج من عنده جاء جبريل الأمين بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ويلاحظ في هذه الآية أولا أنها تبدأ ببناء قضية أساسية في نظام الأسرة المسلمة، أن الرجل قوام على الأسرة، قوام أي هو رأس الأسرة، ليس ذلك ديكتاتورية، فالقرآن يتكلم عن التشاور بين الزوج وزوجتها، وإنما القوامة من قام على الشيء أي تولى مسؤولية حماية الأسرة وقيادة وريادة الأسرة مع التشاور مع جوزته مع الشروط الأخرى التي سنأتي إليها إن شاء الله. ثانيا أن الآية تستمر في مدح النساء الصالحات التي يطعن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكن طائعات لأزواجهن. والطاعة في الإسلام ليست في معصية الخالق، والطاعة في المعروف، فهو أمر مقبول شرعا وعرفا، مسألة الطاعة في حدود معقولة وبعد التشاور. الأمر الثالث أن هذه الآية تعالج قضية خاصة وقضية النشوز، والنشوز لغة هو العلو، أي المرأة التي لا تعترف بسلطة زوجها ولا بريادته للأسرة على افتراض أن الزوج ليس عنده خطأ، لأن الشريعة تعالج أخطاء الزوج كذلك، إنما بافتراض أن الزوج يقوم بواجبه ويحن على زوجته ويعني ينفق عليها ويعاملها بالإحسان، ومع ذلك هي تتمرد عليه وتسيء معاملته. ماذا يتم في هذه الحالة؟ القرآن لم يقل إذا فعلنا ذلك اضربوهن، لم يبدأ بذلك، قال إذا حدث هذا الأمر فعظوهن بالموعظة الحسنة. وأغلب النساء عندهن حساسية كافية أنهم إذا أحسسنا أن أزواجهم الذين يحسنون معاملتهم يعني يتحدثون معهم ويرجونهم أن يحسنوا معاملتهم لهم فإنهم سيستجيبون، فإنهن سيستجبن. ولكن الإسلام دين نزل لكل البشر على كل المستويات، مستويات الثقافة والحضارة والفهم، قد توجد كما يوجد بين الرجال نساء لا يرتدعن من الوعظ، فما هو الحل في هذه الحالة؟ أن يظهر الزوج لهم غضبه وأنه أن الأمر جد خطير، فقالت الآية واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع لا تعني أن يخرج من البيت، إنما تعني تعليق أو تأجيل مسألة العلاقات الزوجية، أن ينام في مكان آخر لا ينام مع زوجته في نفس الغرفة أو في نفس السرير. هذا تعبير عن شدة الغضب، والمرأة بطبيعتها عاطفية، فإن كانت قليلة الإحساس في فترة الموعظة فقد تصار حساسيتها وتبدأ في تفكر في إصلاح حالها مع زوجها. ولكن أيضا لأن الإسلام دين للكل، قد يوجد أشخاص وإن كانوا مسلمين أو رجال أو نساء ليس عندهم هذه الحساسية، وهذا أمر نعرفه في خبراتنا العملية، هناك رجال هكذا ونساء هكذا، فما هو الحل في هذه الحالة؟ الطلاق، الطلاق سيء وله نتائج سيئة جدا بالنسبة للزوجة وللزوج وللأطفال إن كان هناك أطفال. فلذلك جاءت الآية الكريمة بحل آخر قد يلجأ إليه كحل أخير قبل التفكير في حل عقدة الزوجية، فقالت الآية واضربوهن. ولكن من الخطأ البين أن تؤخذ آية في القرآن دون أن ينظر إلى كيف فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها لنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بصراحة ووضوح ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. حتى في هذه الحالة، حالة الضرورة القصوى اللي هي أهون الضررين، أن الطلاق شر وضرب الزوجة شر، ولكن هذا قد يكون شرا أقل من انحلال عقد الزوجية. وغير مبرح عرفها الفقهاء المسلمون تعريفا عجيبا حينما تقارنها بالنظام الموجود في أمريكا الآن، فقد عرف الفقهاء الضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا على الجسد. وفي القوانين بتاعت كاليفورنيا في أمريكا الآن في تعريفهم للأبيوز أو الاعتداء بالضرب، يقولون أن الأبيوز اللي هو الضرب الذي يتركه أثرا، وهذا تعريف الفقهاء منذ مئات السنين. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، تجنب الوجه، لأن الضرب على الوجه يعني أمر فيه إهانة وليس المقصود الإهانة بل الإصلاح. فما هو الضرب الذي ليس فيه إهانة على الوجه
وليس فيه ضربا يسبب خللا في الجسم، وليس فيه ضربا حتى يترك أثر، لما الواحد يضرب حد كده على إيده حتى يمكن تترك أثر، يعني ضربا هينا رقيقا يقصد به التعبير عن الغضب، أو زي تقدر تسميه بعض الناس الآن شوك ثيرابي، زوج وزوج يكون زعلانة يجي يخبطها كده على مكان لا يؤذي كثيرا ولا يترك أثرا، فترمي نفسها في حضنه وتبكي وتحل المشكلة، وهذا أفضل لا شك من الطلاق. سئل أحد الفقهاء بما أضرب، قال بالمسواك ونحوه. أتعرفون ما هو المسواك؟ زي فرشة السنان، ربما المسواك بتاعي صغير شوية، ولكني لم أرى مسواكا طوله 5 أمتار أبدا. بالمسواك ونحوه بصورة لا تترك الأثر، فليس المقصود فيها الإهانة، ليس فيها المقصود الإيذاء، ولكن المقصود فيها محاولة حل المشكلة بصورة يعني أقل ضررا من ضرر الطلاق. ومع ذلك قال بعض الفقهاء إذا أيقن الإنسان أن اللجوء إلى هذه الخطوة الثالثة أهون الضررين لن تؤدي إلى نتيجة أو قد تسيء العلاقات الزوجية فلا داعي لاستخدامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قال ولن يضرب خياركم، ولن يضرب خياركم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وجاءت بعض النسوة يشتكين إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزواجهن يضربهن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا أولئك بخياركم. فإذا كان الدكتور شروش أشار إلى هذه الآية الكريمة، فلما لم يشر كذلك إلى الآيات العديدة التي تتكلم عن العلاقات الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، محبة ورحمة، مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تجد في سورة الروم. نختصر شوية وبعدين نخش في الموضوع الآخر، وهو موضوع المقارنة بين المسيحية المرأة، وضع المرأة في المسيحية ووضع المرأة في الإسلام. فهذا وضع المرأة في الإسلام، فهل ممكن تعطينا نبذة يا دكتور جمال على وضع المرأة في المسيحية؟ هذا ما اتفقنا عليه في البداية، هذا يعني ما اتفقنا عليه. أنا بدي أنسحب، ما في داعي أكون هون. لا خلي على ما عشان كده أنا عايزك أنت تتكلم الآن. لا معلش تفضل. اتفقنا عليه. هلا أخي. خمس دقائق أو 6 دقائق. خلي يعلق وإن شاء الله نرجع تاني. أولاً ضروري إن قبل ما تعلق خلينا أتفق على شيء معك قبل ما. معاك ومع الدكتور يعني جمال. ما في ما فيش هنا. هخليك تتكلم الآن حالا، هتتكلم في اللي انت عايزه، فيش مشكلة في الموضوع ده. المشكلة اللي عندي الآن هتتكلم في اللي انت عايزه، فيش مشكلة في الموضوع ده. المشكلة اللي عندي الآن ان نتفق على اللي جاي. اللي جاي من هذا نتفق على اللي جاي. اللي جاي ان الدكتور جمال البلوي يتحدث عن المرأة في الإسلام عشان أعيد المرأة وانت ترد عليه. شو مشكلتي أنا؟ هو ده اللي طلبته الآن. خلاص يا أخي، فهو هيتكلم على هذا وانت ترد عليه، نكون متسامحين. الشيء الغريب جدا هو أنه اعترف بأن القرآن المنزل من السماء العليا الطبقة السابعة أو السادسة أو الثالثة حسب رأيهم. يا ترى يستغرب جدا الواحد أنه بوافق أنه في القرآن بيقول اضربوا النساء، هل تفسيره في ضرب النساء هذا يعني حتى يجعل المشكلة بسيطة جدا؟ هذا تفسيره الخاص أو تفسير غيره، لكن الواقع مكتوب الضرب. لما تضرب ابنك انت تضرب ابنك معناها بتطبطب على وشه، بتطبطب على راسه. المهم والأهم من هذا كله أن الكتاب المقدس المنزل من الله بفم رسله وأنبياءه العهد القديم والعهد الجديد نسميه بالتوراة والإنجيل، قال أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا أشداء عليهم. شايفين؟ هلا ربنا سبحانه وتعالى غير رأيه وقال أيها الرجال أضربوا نساءكم. فهم ما هذا الإله اللي بغير فكره؟ بدل ما يرفع مستوى المرأة بحطها لتحت، اضربوهن واتركوهم في 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 أسرتهم إلى آخره. شيء آخر يقول الكتاب المقدس من يحب ما يحب امرأته يحب نفسه، وهنا بقول لا اضربها يا سيدي. ما في الكتاب المقدس مرة واحدة بيتكلم فيها إنه الرجل عامل امرأته إلا بالمحبة والحسن والأمل وإلى آخره من الأمور الإيجابية. الإسلام يقول الدكتور للكل، دين الكل. إذا كان الإسلام دين الكل ليش نزل بس باللغة العربية وما ترجم حتى بقية الناس تفهمه؟ والوقت الحاضر أحدث فهرس للقرآن يقول فيه إن القرآن لا يترجم. هذه نقطة أخرى. خلينا يعني نكمل. معلش خلينا ناخذ نقطة. مسألة المرأة الأول. العربي القرآن عربي معناها بس العرب كانوا عايشين يعني في الجاهلية، عاداتهم تعبانة، حياتهم تعبانة وإلى آخره. هلا بيجيبون أشياء جديدة. خلينا نكمل لك بس. هلا إذا كان في دستور جديد، لازم الدستور الجديد هيا أستاذ مش بس يوافق
الجماعة اللي كانوا عايشين في الجاهلية حتى يكون مستواهم أعلى، بدل 20 مرة 4 أو إلى آخره، لازم يكون مستوى أعلى من الكتاب المقدس بنفسه. إذا صحيح هذا كتاب من عند الله مش أوطى من الكتاب المقدس. أضف إلى هذا ضرب غير المبرح، من وين جيب لي هذا؟ القرآن ما بقول ضرب غير المبرح، بعما بتجيب لي إضافيات للقرآن وبتقول لي هذا منزل من الله، وفي نفس الوقت بتغير الفكر بتقول لا ما بقول شيك القرآن. هو مين أنت؟ أنت النبي محمد بنفسه؟ إذا القرآن بيقول ضرب ضرب، بتجيب لي مبرح وغير مبرح، هذا من رأيك أنت؟ اكتشاف جديد وهذا إعلان جديد وهذا رؤية من سبحان الله من السماء العلي. أساسا من وين جايب السماء الأربع سماوات؟ من وين خمس سماوات؟ سبع سماوات. من وين جايب سبعة؟ من وين جايب سبعة؟ في الكتاب المقدس بيقول ثلاث سماوات. وإذا كان في أخطاء بتقول لي في كتاب المورمنز، هدول المورمنز هم المسلمين في أمريكا، والقرآن كله والديانة المسيحية هي عبارة عن اليهودية في ما يمكن أن نسميه في وجه عربي، في شكل عربي، في قالب عربي، كل في القرآن موجود في الكتاب إلا بعض القصص عن النبي وحياته وعن الأمور الثانية. منين جايب لها؟ عادات إسلامية قبل إسلامية تعمل لي هذه منزلة من الله سبحانه وتعالى. أي خلينا ماشي مزبوط. من الأخطاء الفاحشة التي قالها الدكتور شروش أن تفسير الضرب تفسير شخصي، وهذا بهتان، ولو استمعت إلى ما قلته من قبل يا دكتور شروش لم تقل هذا الكلام. قلت لك أولا أن أي إنسان يعلم علوم القرآن يدرك أن القرآن كتاب خاص له صفات خاصة وله ظروف معينة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل أن يفسر، ومنها أسباب النزول. وقد ذكرت لك أسباب النزول وهي موجودة في الحديث الصحيح عن سبب نزول هذه الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرت لك تحديد الضرب غير المبلح ليس تفسيرا شخصيا، وإنما ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقى القرآن من ربه، وما يتلقاه سواء في صورة قرآن أو حديث هو وحي وتوجيه من الله تعالى. والقرآن نفسه يا دكتور شروش يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هو الرسول الله أنك تطيعه؟ لا، هذا بهتان وسوء فهم. لا موافق أنه يضربوه. هذا سوء فهم من يجهل العربية. موافق أنه يضربوهم؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليس فيها اضربوهم انزلوا فيه. لا تخربط، لا تضيف 60,000 موضوع شوية. أنت بتعمل كده تفجر 50,000 بتاعه وتبقى اللي جاي. اصبر حتى نتكلم بصورة سكولرلي على كل نقطة. القرآن الكريم نفسه يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وليس هذا معنى ذلك، وليس معنى ذلك تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما من يطع الرسول لأن الرسول يتلقى الوحي من الله سواء كان قرآنا أو حديثا، فمن أطاعه فقد أطاع الله. فمن الخطأ، خليني أجيب أنا ما قطعت، خليني أجيب يا دكتور خالص بعدين. فإذا اتضح البهتان والخطأ الشديد الفاحش أن تقول أن هذا تفسير خاص لي، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتلقى القرآن ويتلقى الوحي من ربه. أما قولك أن في كتابكم يقولون أحبوا نساءكم وعكس الإسلام الذين يقول اضربوهن، فليس هناك بهتان أكثر من ذلك يا دكتور شروش، فقد ذكرت لك الآيات في القرآن التي توضح الحالة الطبيعية العادية في علاقة الزوج بزوجته، وهي مودة ورحمة. وقد ذكرت هذه المسألة، مسألة النشوز، كحالة استثنائية خاصة لدرء مفسدة أكبر، والمعروف في القاعدة الشرعية أن دفع الضرر الأكبر بضرر أقل هو خير من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كما ذكرت لك قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا للمسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب قط لا امرأة ولا طفلا. شوف كان متزوج من أكثر من زوجة، ومع ذلك لم يروى عنه قط أنه ضرب امرأة أو طفلا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. فمن أين جئت بهذا؟ الأمر الآخر، أنك تقول يا دكتور شروش أنه بخلاف كتابكم المقدس تقول فقط أحب نساءكم. أقول لك الآن ارجع إلى كتابك المقدس يا دكتور شروش، وارجع إلى سفر التكوين الإصحاح الثالث الفقرة 12 التي تلوم المرأة أنها هي التي أغوت آدم. ارجع إلى سفر التكوين في نفس الإصحاح في الفقرة 16 و17 التي تلوم المرأة وتصف آلام الحمل والولادة أنها عقاب على الخطيئة الأصلية. ارجع إلى كتاب اللاويين ليفيتكس الإصحاح 12 من 1-7 تجد المعاملة المهينة للمرأة فيما يتعلق بعدم طهارتها بعد الولادة، وأنه يطلب منها فترة طهارة أكبر
في حالة ولادة ابنت عن ولادة ولد. ارجع كذلك لإصحاح اللاويين الإصحاح 15 الآية 19 إلى الفقرة 19 إلى 30 تجد نفس هذه المعاملة المهينة التي تلوم المرأة وتعتبر أن حيضها في نفسه ذنب بحيث أنها يجب أن تقدم أوفرينج أو تقدم كفارة عن ذلك. ارجع إلى إصحاح إلى سفر التكوين الإصحاح الثالث إصحاح السادس حيث أن الذكور يقال لهم sons of God أبناء الله, أما النساء فيقولون daughters of men أبناء الناس. ارجع لفيرست كورنثيان الرسالة الأولى لبولس لكورنثيان الإصحاح 11 الفقرة الثالثة حيث يقول أريد أن تفهموا أن الرأس that the head of man is Christ, رأس الرجال هو المسيح, وأن رأس رأس المرأة هو زوجها, رأس المرأة هو زوجها, وأن رأس المسيح هو الله. في في كورنثيان نفس الإصحاح في نفس اللي هو الإصحاح 11 أول كورنثيان في الفقرة 5 و6 نجد كذلك يقول أن المرأة التي تعري شعرها فإنها يعني تسيء يعني ترتكب بذلك ذنبا. أعطيك باقية للاختصار الوقت في يفيسيان أو رسالة لأفسس في الإصحاح 5 22-24 فيرس تيموثي الإصحاح 2 الفقرة 11-14 وأخيرا في الرسالة كورنثيان الأولى في الإصحاح 14 الآية أو الفقرة 34-35 بالإنجليزي The woman should keep silence in the churches, for they are not permitted to speak, but should be subordinate, as even the law says. If there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in a church. And I'll come later to discuss the question of violence. إن المعنى الفقرة أساساً إن المرأة يجب أن تجلس بسكون ولا يسمح لها أن تسأل سؤال في الكنيسة, وأنه إذا أرادت أن تسأل شيء فلتسأل زوجها, فمن المخجل للمرأة أن تتكلم في الكنيسة. قارن ذلك بنساء المسلمات الذين كنا يتحدثن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, قارن ذلك بالمرأة التي تحدث سيدنا عمر حتى قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. طيب تفضل رد عليه. كل الحديث هذا اللي ذكرته ولا مرة أعطيتني أي برهان إنه الرجل مسموح له يضرب امرأته. هلا بالنسبة للنقاط هذه, الامرأة في البيت الإسلامي لا تتكلم بدون إذن من رجلها. لماذا؟ لم يسمح للبنات الإسلاميات في الذهاب إلى المدارس حتى العصر اللي نحن فيه. لماذا يا أستاذ في الوقت الحاضر في السعودية إذا امرأتك أو بنتك بروح على الجامعة بروح على جزء آخر من البناية, وإذا في أستاذ بعلم بعلم بالتلفزيون ما بيشوفه شخصيا, ما في تعامل بينهم مع بعض. أضف إلى هذا بالنسبة لتكوين, عم تذكر لي أنت آيات هذه في العهد القديم. أعتقد أنه اتفقنا كرجال من حب الحق إلى آخره أنه العهد القديم تلا العهد الجديد, ونحن من آمن في العهدين, ولكن في العهد الجديد الكتاب المقدس بيقدم أشياء وآيات وإرشادات أفضل مما تكلم العهد القديم. لهذا قال يسوع عدة مرات قيل للقدماء لا تزني, أما أنا فأقول لكم إن نظر رجل إلى امرأة فقد زنى بها في قلبه. قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك, أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم, أحسنوا لمبغضيكم, وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. بينما القرآن بيقول خذوا السيف إلى أعناقهم. هذا نعتبره أنه اكتشاف جديد. بالنسبة لآلام الحمل هذا ما فيه أي خطأ, الآلام الحمل لا تزال موجودة في الوقت الحاضر, هذا شيء واقعي. بس بالنسبة لعدم طهارة الإمرأة بالدين مع عم طهارة الإمرأة ولا إلى آخره في الوقت اللي كانوا عايشين فيه هذا كان مناسب لهم, ما في أي شيء هذا بالنسبة في العهد الجديد. بالنسبة لأولاد الله وبنات العالم, بنات الإيش أنت سميتهم أو أولاد الله وبنات الناس, كما يظهر أنت ما بتعرفش الكتاب المقدس صحيح, لأنه في الكتاب المقدس بيعطيك الفرق إنه أولاد الله بيقصد فيها إنه سلالة الذين يسيرون متبعين ناموس الله, وبنات العالم مقصود فيها النساء اللواتي لم يسرن في ناموس الله بل في ناموس أنفسهن, ولهذا السبب زاد الفساد. أضف إلى هذا بالنسبة لأن الرجل يكون رأس المرأة لأن المسيح
رأس الرجل ما في هذا أي خطأ أبدا قطعيا، وهو اعتبار عن الأثورتي من نسميها، مين المسؤول الأول؟ الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمفهومنا، المسيح، الرجل المؤمن، زوجته وأولاده. إن كان مثلا الرجل توفى بتكون السيدة مسؤولة عن البيت، وإن كان الأب والأم توفوا الابن الأكبر مسؤول عن البيت. هذا ما فيه التباس أبدا قطعيا. بالنسبة لرأسها إنه يكون رأسها معرة وإلهي بتكون كذا، كما يظهر أنت ما بتتذكرش في أيام كورنثوس، في كورنثوس كان فيها معبد، كما أنا بعتقد أنك أنت فهمان، في معبد كان فيها يروحوا اليونان ويعبدوا يا سيدنا العزيز الكاهنات اللي هناك، بيأخذوا معهم معاملة جنسية، بيزنوا معهم حتى يتقربوا لآلهتهم، وعلامة الزاني كان إنها تكون معرة. فعلى هذا الأساس بول الرسول قال إن كنت أنت مؤمنة لا تروحي عرياني في رأسك، لأنه الناس يفكروا كأنك زانية. هذا لازم أنت تكون فهمانه باعتبارك رجل فهمان. أما بالنسبة للسكون في الكنيسة، لأنه الله سبحانه وتعالى وضح إنه في الكنيسة بما إنه الرجل هو رأس الإمرأة والإمرأة تحت سلطانه، تسأله في البيت، لأنه كمان في نساء تانين في المحل الاجتماع، والمسؤول عن الاجتماع هو الرجل. شايف الله سبحانه وتعالى في العهد الجديد، هذه نقطة حساسية جدا في الوقت الحاضر، بما أنه في عنا ما نسميه في اللغة الإنجليزية Women's Liberation، ضروري أني أفهمك يا أستاذ إذا تسمح، أنه كل امتياز للرجل في الكنيسة المسيحية مسموح للإمرأة، كل امتياز إلا امتياز واحد. تعرف هذا الامتياز؟ أتفضل. إنها ما تكون راعية الكنيسة فقط لا غير. طيب الرد على هذا، أول شيء من أين يا دكتور شاروش جئت بالقول أن المرأة المسلمة لا تتكلم في بيتها بغير إذن زوجها؟ أين في القرآن تقول ذلك؟ أين في الحديث تقول ذلك؟ أما أن تقول لي في البلد الفلانية هذا ما يفعل، في وجدت إنسانا يفعل هكذا، تماما كما أقول لك وجدت واحدا مسيحيا يتعاطى المتخدرات، وجدت واحدا مسيحيا يزني، ثم أقول لك هذه المسيحية. أين الإنصاف يا دكتور شاروش في هذا؟ أين في القرآن تقول المرأة لا تتكلم إلا بإذن زوجها؟ الأدلة المتواترة في القرآن والسيرة عكس ذلك تماما، بل إنه ورد أن بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجادلن معه حتى تضايق بعض الأحيان منهم، ولم يقل ليس من حقكم الكلام بإذني. فمن أين جئت بهذا الكلام؟ ثانيا، تقول أن هذه الأمور التي ذكرت التي أشرتها لكتابك المقدس تقول أنها في العهد القديم، ولكن ألست تقر أن هذا كلام الله؟ فإذا كان كلام الله بيقول هذا الكلام كما تدعي أو كما يدعون أنه كلام الله، ويهين المرأة ويعملها بهذه الصورة المزرية، فمن أين جئت بهذه الخلاصة الغريبة أن في هذه الحالة لا، يعني إذا كان القرآن ذكر في حالات الاستثنائية علاج النشوز بأهون الضررين بالشروط التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ومع عدم تشجعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كالبعير في أول النهار ثم يجامعها في آخر الليل؟ مع كل هذا تحاول تقول لا، هذا ليس قانونا ساميا، ثم تقول لي أن العهد القديم كلام الله، وتقول في معرض آخر أن في العهد القديم الأدلة على مجيء المسيح عليه السلام، ثم حينما تأتي لهذه المسألة نقول لا لا لا، ما هو العهد الجديد داء بأشياء أسمى. ثالثا، هذه الأشارات التي ذكرتها لك يا دكتور شاروش ليست كلها من العهد القديم، هي تقريبا نصفها من العهد القديم ونصفها في العهد الجديد. كورنثيان في العهد الجديد أو القديم، تيموثي في العهد القديم أو الجديد، إفسس في العهد القديم أو الجديد، هذه أشياء نصفها في العهد القديم ونصفها في العهد الجديد، ومع ذلك هناك فيها هذه المفاهيم. أنا لا أقول أن المسيح عليه السلام قد علم هذه الأشياء، وإنما أثبت لك من كتابك أن هناك أشياء مزرية بالمرأة، وأن هناك نفاقا كبيرا بين من يثيرون هذه القلاقل والشبهات حول الإسلام، أنهم يغمضون أعينهم عما يوجد في كتابهم من مخازن كتبها البشر بأيديهم ولم يعلمها السيد المسيح عليه السلام، ثم يفتحون أعينهم على أشياء في القرآن أساءوا فهمها كمسائل النشوز، ثم تعمى أبصارهم وبصيرتهم عن النصوص الصريحة القاطعة الواضحة في القرآن والسنة عن احترام المرأة وحسن معاملتها. أما أن تقول مسألة التعرية، فأشير بتعرية الرأس، الأمر أكثر من ذلك يا دكتور شاروش، ليس مسألة العبادة في المعبد، ولكن كثيرا من هؤلاء المنصرين الذين يجوبون الأنحاء العالم يهاجمون الإسلام ويتهجمون عليه بسبب الحجاب، فإذا جئتهم بهذه الآية قل لا، ما هو ده معلش هذا اللي كان في المسجد. فإذا كان أحد قديسيكم يقول أن تغطية الرأس واجبة، فلما تلوون نساء المسلمات على زي العفاف؟
أما أن تقول النساء كان يدرسن معا لذلك لا يسألن في الكنيسة، ما الذي يمنع المرأة أن تسأل في الكنيسة؟ لماذا؟ لماذا لا تسأل؟ ولماذا لا تكون حرة؟ في الإسلام المرأة يمكن أن تكون أستاذة للرجل، وعائشة رضي الله عنها كانت أستاذة للكثيرين وكانت مصدرا للمعلومات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الإجابات التي أعطيتها بصراحة واهية أشد الوهن، وإن شاء الله إذا أردتم ننتقل إلى موضوع ادعائك بأن الإسلام يدعو إلى استخدام السيف وقتل المشركين بدون تحديد وبدون طب ممكن نطلب منك أنك أنت الأول يعني توضح هذه، ما مقصدك بأن الإسلام هو يعني دين السيف، وبعدين نطلب من الدكتور جمال بدوي أنه يعقب على هذا. هل لك تعقيب آخر على موضوع السيف؟ أشكرك عزيزي سيد غزالي، يسرني رؤياك يا عزيزي وسمع صوتك الرخيم. نسمع منك بالنسبة، بس اهدى شوي بالنسبة مي. إن الحماس من طبع العرب، وأنا عربي فلسطيني 500 سنة، من 500 سنة أهلي كانوا رايحين، من عائلة الرايحين أجوا من العربية، شايف كيف، وسكنوا قطنوا في الناصرة، لهذا السبب سمنونا شرش لأنه حمولتنا شرشت في الناصرة، فأنا عربي كح الحمد لله. الأهم من هذا بدل تشرشنا أقول لك تشرشنا. الأهم من هذا بالنسبة للموضوع هذا، لا تنسى أنه نمو الديانة الإسلامية لم يبدأ إلا عندما أخذ محمد السيف وبدأ في معركة بدر، ومن ثم نجد من حياة الرسول ومن الحديث ومن التاريخ الإسلامي بأنه شن هجوم الشخصي في 27 معركة، وأخذ السيف وفي إحدى المعارك ضربوا في رأسه، شجوا جمته، ضربوا في حجر، كسرت أسنانه، راح تقريبا مات. والكلام كان خالد قال إنه مات محمد، ورجعوا القريش إلى مكة مفكرين بأن محمد قد قتل، ولهذا السبب لو اتبعوا الموضوع كان ختموا على بكرة أبي الإسلام من بدايته، لكن مش عارفين إنه بس صفرا وقع في التراب. أضف إلى هذا رتب هو 39 معركة وبعث منها مسؤولين جنرالات عنه شخصيا، وبالنسبة للإسلام بقول في أنه عندهم المعارك انتصروا فيها ربنا أعطاهم النصرة، الانتصار اللي انتصروا في الواقع كان لأنه في عدة أحيان إلا في حادثة بدر، هذه كانت شوي غير شكل، أنه كانوا يخوفوا الناس يهجموهم بالليل وإلى آخره، أخذ 3000 شخص على بني قريزة وكان بس 1000، ولما خلص منهم حط 700، شو بدنا نعمل فيهم 700 رجل، قال واحد من جماعته قال لأنه انجرح قال لازم نقتلهم، نبيع نسائهم ورجالهم كعبيد ونأخذ كل ممتلكاتهم، من الصباح للمساء بالليل يحطوهم في خنادق على طرف الخندق وضربهم على رأسهم، يقطع رأسهم ينزلوا 700 رجل في مرة واحدة. أضف إلى هذا يقول في القرآن هذه الكلمات، فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين، فانسلخ الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، مش هيك؟ طيب، ويضف إلى هذه على إنه بالنسبة لموضوع السيف إنه نعتبر بأن دين الإسلامي يعتبر بأنه دين السيف، لأنه في أول 100 سنة من نموه لم ينمو إلا عندما أخذوا السيف وانتصروا في أول 12 شهر. خالد ابن الوليد بإيش كان مشغول؟ كان مشغول أنه القبائل العربية اللي تراجعت عن الإسلام دفع بكرة أبيهم نزل فيهم، يا بتطيعوا يا قتل، ومن ثم نمى الدين الإسلامي على الأساس إما السيف إما الإسلام أو إما الضريبة. أنا أعتقد أن الإسلام لم ينمو إلا بهذا السببين، مش بالدين لكن في الاقتصاديات. ليش يا ترى كان محمد بده أن الناس يدفع ضريبة؟ لأنه عم بأسس أمة، دولة بدها دخل، بدها ضريبة، في داخل وقت الضريبة هذه كانت الوسيلة اللي فيها أنه بقدر يألف حكومة. كيف بده يألف حكومة؟ بده جيش. كيف بده تعمل جيش؟ أولا في المعارك اللي أقامها وشنها، بعدين على الأمم الثانية في أنه يأخذ ضريبة منهم حتى يألف الحكومة. أضف إلى هذا أنه كل المعارك اللي قام فيها، إن كان غلبته للروم، إن كان غلبته للفرس وإلى آخره، لما راح لإسبانيا كيف 18,000 جندي راحوا من هون إلى هنا،
وانتصارات الإسلام كانت بالسيف. دين الإسلام دين السيف. السيف موجود على العلم السعودي لأنه هي ديانة إسلامية ديانة سيف. ما بحق لك أنك تكون مواطن في السعودية إلا ما كنت مسلم، وهذا يعتبر مش شيء مقبول في العصر اللي نحن عايشين فيه بهذا الشكل. فأضيف إلى هذا يا عزيزنا على أنه رغم كل هذه الأمور بالنسبة لموضوع الجهاد ما سمي جهاد، أنا بعترف على أنه الجهاد بالنسبة إلي يعتبر مش من الخمس five pillars of Islam, it is the sixth pillar of Islam. لأنه على الرغم أنه الأستاذ راح يقول أنا موافق معك بالنسبة لهالكلمات اللي أحكيها، وهي الجهاد هو بالقلم واللسان ولكن أيضا بالسيف. بالنسبة للسيف دفاع المسلمين هو أنهم كانوا يدافع عن نفسهم. مين اللي هجم عليهم حتى يدافع عليهم؟ اليهود هجم عليهم، بني قريش هجم عليهم، بني قريش هجم عليهم، هو اللي بدأ الهجم، هو اللي بدأ الحرب، هو اللي بدأ المشاكل. مين اللي راح على إسبانيا؟ مين راح على مين اللي قتل علي؟ كيف مات حسن وحسين؟ نفس المسلمين. كيف ماتوا أول خمس خلفاء؟ خبرني كيف مات أول خمس خلفاء؟ واحد منهم بس مات عادي، أبو بكر، والباقيين المسلمين نفسهم قتلوهم. دين الإسلام دين السيف، دين محمد دين السيف. نحن عايشين في القرن 21، بدنا ديان المحبة، دين التسامح، دين الغفران، دين التفاهم مع بعض، مش من هالدين هذا. وعلى برهان على هذا بدي أفهمك نقطة حساسة جدا، وهي أنه بكل احترام تعبك وتعب جماعتك وجمعية الطلبة الإسلامية في أمريكا وفي كندا، في جامعة فيها 30,000 طالب، كم واحد حضر امبارح؟ عديناهم 30. انت ما دعاني تكلمك، خلينا نجاوب، احنا بنضيع وقت حاجات فارغه، خلينا نجيبك، خلينا نجيبك بس نص دقيقه. 307 اشخاص كانوا موجودهم، يمكن 20 30 من المسيحيين. ليش؟ لان المسيحيين فهمانين انه هذا دين لا يقبل لا في العصر الحاضر ولا في الماضي، ولما انك بدك تهين شخص انت يو اغنور هيم. They ignored us. They ignored our great debate. They ignored our great professor. They ignored me because they don't think we have anything to offer them. ما في أي شيء نقدمه. عندهم كتاب أحسن وأفضل. عندهم ديانة أعلى وألد. طيب. خلي الدكتور جمال بس لحظة واحدة. قبل بالنسبة لاتحاد الطلبة المسلمين وكلامك على اتحاد الطلبة، بما إنك هذا الكلام موجه إلي. أيوة. أسلم في هذه البلدة 7 أشخاص. 7 مسيحيين اعتنقوا الإسلام. الحمد لله. في هذه البلدة الصغيرة. الله أكبر. في كل برنامج نعمله على هذا الكامبس يحضر اكثر من 250 شخص. طبعا لان امبارح في فوتبول جيم، فما دي معلومات اتوقع ليلك حضر... مضاعف على كل حال ان شاء الله، يعني نسال الله النستيه. لكن يعني امبارح أيوة. مثلا وقف قدامك واحد دكتور جيفري لانج أيوة. وقال لك انه هو بروفيسور اوف ماث واسلم. فيعني ده تعقيب بسيط بس كل على واحد ما عايز اخش في الحوار. كل واحد مسلم، كل واحد بيصير مسلم من ما نسميه المسيحيه التقليديه، في 1000 مسلم عم بيصيروا مسيحيين. ماشي، مش موضوعنا الان، لكن ده تذكره يعني. دعني اجيب على ما قاله او ما ادعاه الدكتور شروش. الاول شيء حدد لك الحكم الشرعي واثبتها لك من التاريخ واثبت الاخطاء الجسيمه التي وقعت فيها. الامر الاول ان القران لا يسمح اطلاقا بالاجبار في الدين، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. كيف ابو سفيان اجاب؟ دعني اجيب. تفضل. خليه يكمل. لا تخلط الأمور. لا تخلط الأمور. خليه يكمل نفس. تركتك وما قطعتك حينما إلا في تصحيح الآيات التي تخطئ دائما في تلاوتها. تفضل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ القرآن مليء بالنهي عن الإجبار في الدين، فالإسلام استسلام لله سبحانه وتعالى وقبول بالاختيار. هذا من ناحية نصوص القرآن. الجهاد في الإسلام، الجهاد جهاد على 3 مراحل أو 3 مستويات. مفهوم. هناك جهاد النفس، هناك جهاد الشر في المجتمع، هناك الجهاد بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وكذلك سمح الإسلام نعم بالسيف وبالمعركة في حالتين فقط لا ثالثة لهما. الحالة الأولى هي الدفاع الشرعي عن النفس، الحالة الثالثة هي حرب الذين يقفون عقبة في سبيل حرية تبادل الأفكار بين المسلمين بسبب طغيانهم وفرضهم الوصاية على الشعوب التي يتحكمون فيها ويذلونها. دعني أشرح لك يا دكتور شروش الآن. ابدأ بغزوة بدر، أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان المسلمون هم المعتدون أم كان الكفار هم المعتدون؟ لا تنسى يا دكتور شروش أنك يجب أن ترغى قبل غزوة بدر لتعرف لماذا حدثت غزوة بدر. المسلمون هم الذين كانوا مضطهدون لمدة 13 سنة في مكة. صح.
صحيح. وعذبوا ومنهم من قتل ومات تحت التعذيب. أول شهيد في الإسلام سمية أم عمار بن ياسر، ففي ناس قتلوا تحت التعذيب، صادروا أموالهم، وحينما انتقل المسلمون المدينة صادروا وأخذوا أموالهم وأخذوا بيوتهم وأخذوا يعني مزارعهم واستولوا على أملاكهم. هؤلاء الناس بالإضافة إلى عدوانهم وتآمرهم المستمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين اعتدوا وأخذوا أموال المسلمين. أفلا يحق للمسلمين أن يقفوا في طريق تجارتهم ليستردوا بعض ما فقدوه نتيجة لهذا التعذيب وتلك وهذه المظالم التي عملها معهم قريش؟ لا. وكان من الواضح، أنا لا أسألك، اسمعني حتى أجيب، اسأل بعد كده. اسألني بقول لك لا. لا أنا أسأل سؤالا ريتوريكال وكل واحد كلمني أنا حلل نعم. كلمني أنا يعني تفضل. فإذا كان المسلمين كل الحق في أن يقفوا عقبة في طريق قريش، وبما أن الكفار كانوا دائما في حالة حرب مع المسلمين ويعدون للحرب، فمن حق المسلمين أن يهاجموهم وأن يوضحوا لهم أنهم لن يقفوا موقف الساكت على حقه كما حدث في الفترة المكية حيث كانوا ضعفا، وهذا من حق المسلمين. وحتى في القوانين الدولية يا دكتور شروش الآن يحق للدول إذا كانت في حالة حرب مع دولة أخرى أنها تعمل بلاكيد، أنها تصادر أموال الدولة الأخرى لأنها دولة أبدت العنوان وتعد للعدوان ضد المسلمين. غزوة بدر لا, لا, لا غبار عليها على الإطلاق. أما قولك بمسألة بني قريظة فلا تقرأ، لم تقرأ التاريخ جيدا. مسألة بني قريظة أنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد. حينما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تم عهد بين المسلمين واليهود وغيرهم أن لكل حريته الدينية وأنك لا تساعد عدو وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق دفاع مشترك. فالذي حدث أن هؤلاء اليهود في بني قريظة خانوا عهدهم مع المسلمين في غزوة الأحزاب وطعنوا المسلمين من الخلف في أحرج اللحظات، وهذه ما تسمى في القوانين الدولية الحديثة بالخيانة العظمى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالإعدام، تصحيحا لمعلوماتك التاريخية يا دكتور شروش. هؤلاء الناس حينما يعني أسقط في أيديهم واكتشفت خيانتهم بعد أن انتصر المسلمون بفضل الله في غزوة الأحزاب، هم أنفسهم اليهود طلبوا تحكيم رجل باختيارهم. أيوة. فاختاروا سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة. سعد بن عبادة. أيوة. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة طبق عليهم أحكام كتابهم المقدس، إن هذه خيانة عظمى وحسأتيك ببعض النصوص في كتابك المقدس بعد قليل. طبق عليهم أحكام كتاب المقدس وقضى بقتل الرجال وعدم قتل النساء وسبي النساء والأطفال. أوكي. والرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا لأنهم هذا التحكيم الذي اختاروه وهذا قانونهم الذي طبق عليهم. أما إشارتك لسورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فهذه مشكلتك أيضا يا دكتور شروش، عدم البحث في أسباب النزول، عدم البحث في التفاسير التي توضح في أي معرض هذه، عدم مراجعة آيات أخرى في القرآن. إذا كنت تريد يا دكتور شروش أن تستنبط من هذه الآية أن من حق المسلم أن يقتل أي مشرك أينما وجده، فما رأيك بالآية التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ ماذا تقول عن هذه الآية؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. أما فريتك التي قلتها بالأمس عن نسخ فأمر مرجوح وقد ذكرته في حيني، ليس هناك نسخ. الدعوة بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة حينما يسالمك الناس، الحرب والمقاومة للعدوان بالسيف موجودة حينما يحاربك الناس. وآية سورة التوبة يا دكتور شروش بتتعلق بكفار قريش المشركين الذين نقضوا عهودهم أكثر من مرة، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. هؤلاء الذين نكثوا العهود وقاتلوا المسلمين وقتلوهم وتآمروا عليهم، إن حينما تحاربهم كيف تحاربهم؟ طبعا خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. كيف تحارب؟ هذه ضرورة في الحرب، لا غبار عليه. أما قولك بمسألة انتشار الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أخطاء قمت بها طبعا، أنك تقول أن 5 الخلفاء قتلوا إلا أبو بكر، وهذا غير صحيح. ولا تنسى أن المسلمين لم يقتلوا عمر يا دكتور شروش، إنما قتله مجوسي، قتله عبد مجوسي. لكن حقدا كان مسلم. لم يكن مسلما. كان متظاهرا بالإسلام. مسلم. كان مجوسيا. كان مجوسيا. مسلم.
كان مجوسيا حاقدا. لك الحق في أن ترد. كان مجوسيا حاقدا وارجع إلى كتب التاريخ فيها. كان مجوسيا حاقدا على الإسلام وإن تظاهر بالإسلام. لك الحق. أما أن تكون حصلت هناك مشاكل بين المسلمين وفتنة فهذا أمر يحدث في كل البلد. كام رئيس دولة في أمريكا اغتيل؟ كينيدي اغتيل مش قديسي وغيره. معلش مش شرط هناك مسألة اغتيال رؤساء الدولة خلفاء. هذا معلش خلفاء ما هم بشر، هم بشر والفتن موجودة وأهل السوء موجودين والحاقدين على الإسلام كانوا موجودين ولا يزالوا موجودين. هذه ليست حجة، هذه حجة واهية. كمل الكلام. النقطة التي أحب أن أوضحها لك يا دكتور شرويش حينما تشير إلى انتشار الإسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث برسائل ودي تجدها في ابن هشام وفي ابن سعد وفي غيره في البداية وفي كل حتة، في كل حتة أرسل رسلا ورسائل إلى حكام هذه الدول الظالمة التي كانت تستعبد شعوبها ودعاهم إلى الإسلام ولا واحد جاوبه. بعضهم أجاب بقتل. خليني أجيب ما تقطعني من قبلك. سؤال، هل تريد يرد عليك كده؟ خلينا أكمل زي ما تركته يكمل. نلتزم أنا خلاص كنت خادما على وجه الحمد لله. اتحمس اتحمس بس ما اتحمس بس ما تقاطع. صح لهم. فمنهم من قتل رسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كتب إلى بازان عامله في اليمن وقال هذا الرجل العربي الذي جاء يدعي أنه نبي أيقول هذا وهو عبدي؟ اذهب فاستتبه وإلا فأتيني برأسه. فإذا بدت النوايا العدوانية ودي حالة حرب، لما أنت سفير في العصر الحديث أما أمريكا تبعت سفير في بلد ويجوا الناس عمدا يقتلوا هذا السفير، هذا إعلان حرب مفهوم بالمفهوم القانوني الدولي، هذا حرب وإيضاح للنيات العدوانية. ولا تنسى يا دكتور شرويش أن الدولة البيزنطية والدولة الفارسية هاتان الإمبراطوريتان كانت إمبراطوريتان في غاية الفساد وفي غاية الظلم لأتباعهم، حتى أن نصارى مصر كانوا يرحبون كما اعترف توماس أرنولد في كتاب Preaching of Islam، نصارى مصر كانوا يرحبون بالجيوش العربية الإسلامية الغازية لأن كان ذلك تحريرا لهم وتأكيدا لحريتهم الدينية، كانوا يحاربون مع المسلمين ضد من يسمون أنفسهم مسيحيين ولا يطبقون تعاليم المسيح بظلمهم لهؤلاء. فانتشار الإسلام، أن يقال أن الإسلام انتشر بالسيف كما قال أحد البحاث الغربيين المنصفين دلاسي أوليري بيقوله بالإنجليزي to say that Islam spread by the sword is the great one of the greatest myth that historians ever repeated. وإن صحت هذه الأكذوبة أن الإسلام قد انتشر بالسيف، فكيف تشرح هذه الأمور الآتية يا دكتور شروش؟ أول شيء، كيف تشرح أن المسلمين قد تعرضوا لكوارث عديدة في تاريخهم؟ غزو التتار، غزو الصليبيين القاسي، الإنكوزيشن في إسبانيا، ومع كل هذا القتل الذي حدث في المسلمين حتى قتل خلفائهم، مع ذلك ظل الإسلام ينتشر والسيف لم يكن هناك، ومع ذلك ظل الإسلام ينتشر، بل إنه دخل في دين الله من جاء لحربه، ومنهم بعض الصليبيين ومنهم كما تعلم المغول الذين أصبحوا مدافعين عن الإسلام فيما بعد، بعد أن كانوا أعداءه وقاتلي المسلمين أنفسهم. كيف تشرح الحقيقة التي لا يماري فيها إلا مماحك، أن غالبية المسلمين البليون مسلم الذين يعيشون في العالم الآن يعيشون في بلاد لم يكن للسيف فيها أي دور؟ أنت تعرف يا دكتور شرويش ما هي أكبر دولة إسلامية في العالم؟ إندونيسيا. أكثر من 160 مليون مسلم. أين كان السيف في إندونيسيا؟ في كثير من مناطق إفريقيا باستثناء شمال إفريقيا. كيف انتشر الإسلام أساسا إلا بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة؟ في شبه القارة الهندية باستثناء بعض المعارك التي بدأها محمد بن قاسم وفي منطقة محدودة، ما الذي يشرح وجود أعداد هائلة من المسلمين في هذه البلاد؟ والآن حينما نجد أن المسلمين مهزومون عسكريا ومهزومون سياسيا وفي حالة من التخلف التقني، ومع ذلك لا زال الإسلام يا دكتور شروش ينتشر بأكثر مما تنتشر به المسيحية، وهذا إقرار من يعني منظماتكم التنصيرية أن الإسلام أوسع الأديان دينا، رغم أنه لا توجد هذه الإمكانيات الموجودة لديكم، مئات الآلاف ملايين من الدولارات، آلاف وعشرات الآلاف من المنصرين، ومع ذلك لا زال الإسلام ينتشر، ولا زال ينتشر هنا في أمريكا وفي كندا وفي الغرب بين أذكى الناس وأكثرهم علما، بين أذكى الناس، وبعض الناس كانوا من المسيحيين المتحمسين الذين يذهبون إلى كنائسهم ووجدوا الحق أخيرا في الإسلام. أين هو دور السيف في هذا يا دكتور شروش؟ إن قدامنا حوالي 5 دقائق تفضل البرنامج. طيب جزاك الله خير، تفضل. كويس. عايز تقطع قطع. ماذا فعل؟ بس عايز أشير على البايبل لأن ما أجبت على البايبل. ماذا فعل سكان الأندلس حتى
يعد من أعداء الإسلام ويهاجم بالشكل المخيف من ابن طارق وجماعته يا أستاذ العزيز. بالنسبة لأفريقيا الشمالية، ماذا فعلت تلك الأمم ضد الإسلام حتى يهاجموا بهذا الشكل ويستعبدوهم؟ ماذا استعباداً؟ ماذا استعباداً؟ ماذا فعل المصريين في الوقت الحاضر، في الوقت اللي نحن عايشين فيه؟ المصريين بأنفسهم 50,000 كل سنة مسيحي عم بغيروا أسماءهم من مسيحنا مسلم، لأنه اضطهاد الإسلامي بشكل لا يسمح لك أنك تحصل وظيفة معينة إلا إما كنت مسلم. كل سنة حوالي 50,000 مسيحي عم بأسلموا حتى يعيشوا ويصح لهم فرصة يدرسوا في المدارس ويصح لهم فرصة أن يكونوا في عندي رسالة 18 صفحة من شاب مسلم تنصر، وكيف أنه عاجوا على بيته بدهم يقتلوا والدته. هل وصلني قبل كم أسبوع؟ ركعت على الأرض وباست رجلين المسلم اللي جاي بده يقتله، حركوا الكتاب المقدس، حركوا المعلومات المسيحية عنه، وأجبروه وحملوه على كتابهم أن يروح في كل المدينة يقول أنا أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأنكر إيمانه، لأنه ما في حرية في البلاد الإسلامية. معظم البلاد الإسلامية لولا البترول بتكون بلاد جاهلية متخلفة تكنولوجيا سايكولوجيكيال سبيريتشوال ومن كل ناحية أخرى. أضف إلى هذا بتقول لي أوسع الأديان، كيف عم تنمى الديانة الإسلامية؟ إنه ناس عم بيصير مؤمنين؟ بالعكس، كله من الحبل، 4 نسوان وخمس نسوان وطلق هذه وجوز هذه، كله بسبب إنه منسمين إحنا شيء biological increase in their population. وإن وافقنا إنهم عم يزدادوا، لا تنسى إنه الشيوعية ازدادت كمان، وساتانيك تشيرشز ازدادت كمان، والمورمونيزم ازدادت كمان، معناها إنه معهم حق إنه ازدادوا بهالعدد هذا. لا تنسى يا أخي العزيز على أنه بالنسبة لحكيك عن أنه المعارك هذه وإلى آخره، عم بتقول لي جنابك أنه بعد 66 معركة هيئها النبي محمد وقاد 27 منهم، بتقول لي بعده مش دين السيف. يا أستاذ خلينا ماشيين مظبوط. بالنسبة لقضية بدر، هو اللي أقام المعركة لأنه ما كان في خبز ولا أكل ولا طعام، بدل ما رح يشتغل ويتعب صمم أنه يعمل ما عملوا العرب قبل مجيئه على المسرح التاريخي، وهو أنه نحن كعرب كنا مشهورين يا أستاذ أنه منحب نغير على قبائلنا واحد على الثاني، وهذا اللي عمله كرجل عربي، عمل هيك وقال الله سبحانه وتعالى هو اللي أرسل لي هالملاحظات هذه وهالأمر هذا أنه لازم أهاجمهم وأعمل فيهم كذا وكذا. وبعدين أخذ لك 10,000 شخص على مدينة مكة وافتتحها، وبعديه صارت هالجيوش تتبعه حتى اليوم في الوقت الحاضر. بالنسبة للرئيس هذا المجروح سعد كان اسمه، هم طلبوا منه أنه يعطي لبني قريزة شو الأمر، والأمر بعد ما قال فيه الناس بعد ما سمعت أنه يقتل كل الرجال ويبيع النساء والأولاد، كان في رجفة بين الشعب كله الإسلامي واليهودي. شو صار؟ قال محمد، هاي كلماته، قال إنه ولا والله إن عقيدة أو فكرة، شو الجاجمنت بالعربي؟ والله قد حكمت بينهم بحكم الله من سبع سماوات. طيب تشوف ما أزرفك أنت، لا تعرف القرآن أحسن من نشكره. فعلى هذا الأساس قال على إيه، بما أنه وافق على هذا خمس دقائق الفكرة هذه، معناها وافق على هذه الفكرة، معناها أنه هو كان موافق على قتلهم. طب إذن يجيبك قبل أن ينتهي البرنامج، أول شيء ما ذكرت عن الفتوح الإسلامية، هذه الدول التي ذكرتها كانت تحت حكم هذه الإمبراطوريات الطاغية، والإسلام جاء ليحرر هؤلاء الناس لا ليستعبدهم. ولكن يا دكتور شلوش قبل أن تترك، تقول أن البايبل ليس فيه عدوان وليس فيه كذا وليس فيه كذا، والقرآن فقط هو دين السيف، وهذا بهتان على الإسلام أن يقال دين السيف. السيف في الإسلام لحماية الحق والدفاع عنه وليس لنشره وفرضه على الناس. فأشيرك يا دكتور شروس لسفر التثنية الإصحاح السابع الآية الثانية، And when the Lord your God has given them over to you and you defeat them, then you must utterly destroy them. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. هذا لليهود في الإصحاح اليهودي، بتقولوا كلام الله برد. اليهود بتقولوا كلام الله. يهود. ديوترونومي سفر التثنية الإصحاح العشرين. يهود. وإن الفقرة 10 و11. When you draw near a city يهود. To fight against it, let him read it. Offer terms of peace to it. نحكي عن المسيح. And if its answer to you is peace, and it opens to you, even if they answer it, they accept peace, then all the people who are found shall be forced to do forced labor for you and shall serve you.
in the same chapter, verses 13 and 14. يهود يهود. And when the Lord your God gives you, the Lord your God gives you into the hand. Let don't ما تخطئني من فضلك. ما ما تعمل شرارة. لكن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اسكت اسمعني. And when the Lord your God gives it to your hand. اسمع شو بدك تسوي. You shall put it. Listen, Dr. Serge, don't evade it. Listen. You shall put all its males to the sword, but the women and little ones, the cattle and everything else in the city, all its spoils, you shall take as booty for yourself, and you shall enjoy the spoils of your enemies, which the Lord God has given you. In the next, the same Ashah 16 and 17, you shall save alive nothing that breathes, nothing that breathes, but you shall utterly destroy them. Definitely the Quran contains much more noble teaching because it prevents the killing of innocent people. It prevents the utter destruction that you find in what you call your so-called holy book. في نهاية اللقاء أشكر في نهاية جولة نشكر دكتور ربنا يهديك ربنا يهديك والله أدعو لك بالهداية والله أدعو لك بالهداية والحقيقة وجدت في كتابك ثلاث سوء نقل dishonest and quotation that does not exist. انا ما اقول عن حالي انا كامل عندي على كل حال. انت كامل معايا زيركس كوبي. لا دي عدم امانة في النقل وعندي التفسير اللي نقلت منها تكذب ما تقوله. كتابك ده المفروض انا ما قلت انا كامل. كتابك المفروض يسمى انت كامل. الانبياء مش معصومين. ربنا قال لمحمد لا بس في أمانة واطلب غفران خطاياك عدم أمانة عدم الأمانة في النقل هدفي أمانة I have to give you one advice أمانة. One final advice دكتور شروج We are seeking the truth You should call your book والحق يحرركم بدنا شروج دكتور شروج هذا حسب معلوماتي إذا أنت ما بتوافق ليش بتقول شخص كذاب You should call your book إذا ما بوافق معك أنا ما بقول لك كذاب يا أخي You should call your book Misunderstanding of Islam revealed